الحمد لله سيناريو ولا اروع في نتيجه المباراه فقط. الاهلي يهزم سان داونز 2-0 بهدفي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الدقيقه 89 من الشوط الثاني. كابتن شريف مبروك. زي ما بقول لك كده سيناريو ولا اروع ولا اجمل ولا اروع من النتيجه. طبعا انا بتكلم عن النتيجه. طبعا الظاهر ايمن المدرب بتاع سان داونز اتكلم كتير والسما عقبته يعني احنا والغرور والبتاع. كان عندهم فرصه كبيره قوي هنا الحقيقه ان هم يطلعوا بنتيجه ايجابيه بالنسبه لهم يعني. انا شايف ان النادي الاهلي في حاله اجهاد عام يعني. ستيل عندنا ناقص لنا ديانج وايمن اشرف. هي هم اللي عندهم الروح والجري والعزيمه والتحركات و... انما بقيه الفرقه كلها مجهده يعني. انا مش شايف فرقه قاعده تجري في الملعب او تبني هجمه او لعيبه بتظهر. لا كل التمنيات الطيبه اللي احنا تمنيناها عشان ان احنا نعمل حاجه في هذه المباراه وقلنا بنضغط وفعلا احنا لما بنضغط بيفقدوا الكوره. هم قاعدين يجرجروك ان هم يخرجوا على الاقل بواحد صفر واحد واحد يبقى لهم وجود. وكان ليهم وجود في اول شوط وتاني شوط متسيدين وكله يعني. بس هو الشوط الثاني مستر موسيماني عدل من اسلوب اللعب، رجع نص ملعبه واعتمد على الكرات الطوليه. يعني احنا ما وصلناش منها ولكن خطا حارس المرمى في اخر كوره في المباراه ادتنا الجول الثاني اللي احرزه صلاح محسن. ده حارس عالمي يعني. هو يخاف انه يمسك الكوره هاند بول من بره فالكوره تيجي بهذا الشكل. ده سيناريو لكلما ان احنا بنشوفه كتير يعني. طيب. بنشوفه في الدوري الانجليزي حد بيطلع يقطع الكوره تقطع منه زي في ريال مدريد كده شفنا جون قريب حاجه زي كده بيوقفها قطعها. ممكن الجول ده يكون هو ان شاء الله باذن الله اللي وصلنا الدور اللي بعده. علامات بتحصل لك في الكوره زي ما علاء قال لك تكسب ولا تلعب. ايوه فهذا تكسب ولا تلعب النهارده انا مش هقدر اقول لك اي حاجه غير ان انا عندي حاله اجهاد عام في الفرقه لسه خارج من ماتش زي ماتش الزمالك في ضغط نفسي وضغط عصبي على اللعيبه كلها من 72 ساعه بتلعب ماتش زي ده ديربي كويس وبعدين النهارده تيجي بتقابل سان داون برازيل افريقيا وبيلعبوك باسلوب وعندهم من الامكانيات جميعا انك انت لما تكسب 2-0 و3-0 هنا تبقى رايح الان برضو لان هم عندهم من الامكانيات ان هم ليهم تواجد في اي حته. يمكن يحصل سيناريو السنه اللي فاتت كابتن شريف ان شاء الله انت هتلعب هناك احسن ان شاء الله. انا بعد اللي انا شفته في الهدف الثاني ده انا متهيألي ان الاهلي ممكن يجيب هدف هناك ان شاء الله باذن الله ويبقى له وجود هناك فيصعب المشكله جامد جدا. واساسا من دلوقتي لغايه هناك لازم تفكر في السيناريو ده ان يكون ليك وجود هناك بهدف. الهدف ده بيقتل المباراه انما هم هيكونوا اجريسيف اكتر من كده هيكونوا على ارضهم هيلعبوك الساعه 3 الظهر. لا بس هو الجو كويس في جنوب افريقيا دلوقتي يعني لما نسمع 3 العصر نفتكر ان في حر وبتاع. لا الجو في جنوب افريقيا مش يعني حر. جميع الامكانيات درجه الحراره كويسه يعني درجه الحراره 16 17 اذا كان الحكم ده هنا على ارضنا احنا وعمل كده. الحكم كان سيء يعني الشوط الاول بالذات. انا ما شفتش حاجه كده. الراجل صفارته علينا احنا على طول انذاراته علينا احنا على طول. ودي بقى عقاب السماء برضو. ده انت لما بتتظلم تتظلم تتظلم لازم هيكون في حد ربنا هو اللي بيترجم لنا الحاجات دي الاهداف. وهدف زي صلاح محسن كده. وصلاح محسن يعني بصراحه ما هو انا ما اعرفش ايه سبب ان هو ما ابتداش الماتش كمان. ولد سنه صغير ومتحرك وكان قالوا ان كان عنده حراره يمكن او كان تعبان شويه كان تعبان عشان الناس تفهم بس كمان ان هو ما ابتداش المباراه. فاهو بيخش الفورمه وبياخد ثقه ثانيه وكلام من ما اعرفش عشان تقدر تحلل المباراه دي مش اكتر من انك تقول اجهاد عام للاعيبه النادي الاهلي وما عندناش اي حاجه نتكلم عنها يعني. هم كورتين بتوع صلاح محسن الاخرانيين والكره اللي وقف فيها محمد شريف اوفسايد دي لو اتاخر سنه كان وداه قفشه على الجول كان بقى جون شكله احلى وشكله جميل صحيح. وكان ليك وجود وانت لما بتضغط لسه يعني بصر على فرقه سان داونز لما حد بيضغط عليها هم بطئه في اخطاء بطئه انما انا بتدي له المساحه وتدي لا حد بيعمل ريمارك ولا حد اي حاجه مع اي فرقه كده مش سان داون بس. وتعرضت انت في ماتشين ثلاثه في الدوري لهذا الشكل. ايوه يعني كنت بتلعب المصري مصر. وكنت بتلعب جون على ما اعتقد كسبانها وضغط عليها ودخل فيه جون من الكره الثابته اللي كلنا اتكلمنا عنها دي. وهم اخطر ما عندهم الكره الثابته اذا كان كورنر او الفاولات اللي كان بيديها لهم على الاطراف او في العمق. فجود لك ومبروك النهارده الماتش. انا مش هقدر اقول اكتر من كده ولازم الجهاز الفني اللعيبه دي لازم تحصل استشفاء فيها ويتهوا. اللعيبه دي لازم تروح قادره تجري في الملعب هناك
ده سيناريو تاني خالص بقى. ازاي انت تعد العده بالهدفين بتوعك دول في المباراه الجايه؟ يعني صحيح. لازم يبقى في شكل ولازم يبقى في كارج كمان من الجهاز الفني ان في لعيبه معينه لازم تلعب. انا مش هفضل كل مره بلاعب لعيبه ما بتدينيش حاجه في الملعب. يعني لازم يبقى في اختيار بقى موفق. انت هتلعب بقى 4 4 2 هناك ولا 4 1 4 1؟ يعني شوف هتلعب ايه باسلوب مع فرقه زي دي تضيق عليها المسافات وما تقدرش المساحات اللي هي خدتها عندك في الملعب هنا. صحيح. فالف مبروك النهارده الهدفين فقط، وعقبال الماتش الجاي باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن علاء الف مبروك للنادي الاهلي. اعتقد ان الضغوط بعد 2-0 اتحولت نوعا ما لسان داونز في ماتش العوده. ده اكيد، لكن هو ما تتكلم عن مباراه، لا بتكلم عن النتيجه. لا انا بقول استنى بس، لما تيجي تتكلم عن مباراه مش هتتكلم عن مباراه. يعني كل حد النهارده تساله او اي حد يتكلم هيقول كلمه واحده بس، الحمد لله. تسكت طبعا، بس ما فيش كلام اكتر من كده. الحمد لله على النتيجه النهارده. نتيجه ما فيش واحد في ما فيش واحد بيتفرج على المباراه ولا في الملعب كان ممكن يتخيل ممكن يطلع 2-0، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني احنا لازم نتكلم كوره، يعني معلش انت ما بتروحش لسان داونز خالص، مفيش اي كوره خطر خالص، كله فجاه بقى كور طويل، كله فجاه الحركه قليله جدا في نص الملعب. ويمكن قلنا قبل الشوطين واتكلمنا بسرعه ايمن ان انت فاقد نص الملعب في الشوط الاول، انت فاقد انت دايما رده الفعل. سان داونز خد منك البدايه اللي كلنا اجمعنا عليها عشان تكسب المباريات دي، لازم تبقى انت البدايه معاك، انت اللي بتبدا كل حاجه، انت اللي ضاغط هجوميا، انت اللي عندك نزعه هجوميه اكتر، انت اللي ما بتديش المساحات. الكلام اللي احنا قلناه كله ده هو للاسف اتعمل العكس، سبت مساحات، استحواذ دي مهمه. لو شفت الضربات الركنيه اللي جت عليك ايمن هتلاقي كميه، خلي بالك حذرنا منها وقلنا بنفس الطريقه خطر يا كابتن علي، بتتلعب على العارضه الاولانيه واحد بيخطف ويقطع. اتعملت مرتين في الشوط الاول، واحده في القائم واحده جنب القائم، واحده انقذها شناوى براعه. لا انا بتكلم على، مش سيبك من التنفيذ ايمن اللي اتكلمنا عنه، كم ضربه ركنيه جات لي النهارده سان داونز وانت جات لك واحده او اثنين، هو جاله حوالي 9 أو 10. فالعدد كتير قوي. استحواذ، ما اعتقدش الاستحواذ بتاعك النهارده. انت النهارده احصائيات المباراه كلها انت فاقدها. انت كسبت 2-0 الحمد لله. وهقول لك حاجه، النهارده ممكن تتضايق وممكن تقول كويس قوي ان جت على كده والحمد لله الهدف الثاني. انت عمرك ما هتبقى اسوء من كده ايمن. عمرك ما هتبقى بالوحشه دي. كويس ان الوحشه دي طلعت هنا في القاهره وكسبت 2-0، لان هناك الضغوط هتبقى اقل. هو اللي مضغوط خلاص، هو بيدور على 3-0 في النادي الاهلي، لما يجي يحسبها لا فيها شيء من الصعوبه كبير كمان طبعا. وهناك ممكن بهدوء، انت هناك انت الموضوع اختلف. هناك انت 2-0، انت الاهدى، انت اللي ممكن تساير، انت اللي هتساير المباراه هناك بهدوء اعصابك. خلي الكره دايما في رجلك لما تيجي ساعه الكره، ساعه المباراه نتكلم، لكن انت تبقى الاهدى. طول ما انت اهدى اعصابك انت تبقى احسن. يمكن بعض اللعيبه النهارده، مش عايز اقول كلها، انا كابتن شريف اتكلم على بعض اللعيبه طبعا بدون ذكر اسامي، بعض اللعيبه النهارده برضو الضغط العصبي عليها تقيل، قلق، في شويه قلق. مهما كان انت الاحسن وانت النادي الاهلي وانت، لكن هي بتختلف من واحد لواحد. انا مش زي كابتن شريف، مش زيك، مش زي بلال، مش زي اسامه، بتختلف من واحد لواحد. يعني النهارده مع احترامي الكامل لكل لعيبه النادي الاهلي، النهارده انت لو شلت ديانج من وسط النادي الاهلي كانت هتحصل كارثه. صحيح. يعني واحنا اجمعنا على ديانج قبل المباراه لان هو واضح ان هو في فورمه ممتازه. أيوة. وده اللعيب اللي دايما الواحد بيحبه في النادي الاهلي، ان هو مش ماتش او ماتشين ويسكت ايمن، لا هو ماشي بفتره ممتازه، صفقه ممتازه للنادي الاهلي، وبيلعب بروح عاليه جدا في الملعب. جدا. ما بص ايمن، يعني النهارده بالظبط 70% من ادائك كله كان مع ديانج، خصوصا في الحته الدفاعيه. وهاني على المستوى الدفاعي كان ماسك نفسه شويه برضه، مش احسن ماتشاته. مش احسن ماتشاته، لا انما ديانج طبعا احسن. ديانج وايمن اشرف كنت كمان بعذرنا، ايمن كمان من مجهد جدا وتعبان جدا وراجع من اصابه وبيلعب ولعب النهارده كمان مكان مش مكان لو كان بيأديه. لكن ديانج النهارده، لا ديانج النهارده هو والشناوي ويجي بعدهم هاني نجوم المباراه النهارده، امتياز ليهم. صحيح. هم دول تحس ريحه النادي الاهلي في الاهلي في الثلاثه دول بس. صحيح. فماشي انا موافق، متضايق عشان كنت عايز اداء احسن من كده، لكن 2-0 ده طبعا ده تمركز النادي الاهلي. يا كابتن بص مثلا دي كوره من ضمن الكرات التمركز بتاعنا وبعد المسافات بين اتفضل واحنا بنبني الهجمه، برضو تحس ان اللعيبه واقفه مكانها، مفيش حد بيتحرك. بص يا ابني احنا بنتكلم النهارده، واحنا بنتكلم هي بدايه المباراه، واحنا بنتكلم النهارده احنا اتكلمنا بسرعه كده، قلت لك اللي هيحل اللغز
في نص الملعب بين ديانج والسولية والثلاثي الهجومي، تحركات محمد مجدي ورا الاثنين المدافعين بتوع سان داونز. تحركات محمد مجدي النهارده مش كتير، ما استلمش الكوره كتير، حته الخطوره مش موجوده. الكلام ده كله صح، ده اللي كان يحصل وكان لازم ينزل. انت النهارده الاساسيات او انت شكلك الحلو، انت دايما بيبقى في لعيبه النادي الاهلي ما بتعمل حاجتين ايمن، استلام الكوره وتتحرك من غير كوره. انما انت النهارده تحركك من غير كوره بطيء وقليل قوي، عشان كده مفيش، انا همسك الكوره مفيش حد بيتحرك، هضطر هلعب لورا. لو النهارده عملت احصائيه هتلاقي النهارده لعيبه النادي الاهلي التمرير الخلف كتير جدا، صحيح. ما بيحصلش عشان التحرك للامام بطيء قوي، تحرك الاجناب مش هو، تحرك نص الملعب قليل. انت النهارده بص يا ايمن، انا مش عايز اتكلم في سلبيات كتير، صح، انا عايز اتكلم في ايجابيه، وايجابيه مهمه جدا. هنا طبعا شكل سان داونز، طبعا هم مقفلين عليك المساحات كويس قوي، وطبيعي لما فريق دافع عليك بالمنظر ده ايمن لازم تتحرك انت طبعا. يعني طبعا. هم قافلين كويس قوي، صح، شكرا يا سمير وشكرا يا وائل، قافلين كويس قوي. بس انت كمان، انت ليه مش انت اللي تتحرك؟ لازم يعني اي فرقه تقفل عليا هقف؟ لا، لازم اتحرك من غير كوره، والحركه من غير كوره كتير. يعني ديانج اللي معاه الكوره ده مهمته بقت صعبه جدا، لان الحركه من غير كوره مش موجوده، وده اساس كره القدم. تحرك من غير كوره، استلام وتسلم، ودايما شوف حتت المساحات الفاضيه اللي النهارده قليل قوي ما اتحسبتش. لكن رغم كل ده طلعت بحاجه مهمه جدا، الاهم بقى 2-0 مكسب. الحمد لله نتيجه، الحمد لله نتيجه مريحه. 1-0 نتيجه مقلقه جدا، كانت اللعيبه دي هتروح النهارده بعد الاداء اللي هو اكيد مصر كلها تتكلم عليه، اكيد اصحابهم قرايبهم هم كمان عارفين هم النهارده مش في احسن حالاتهم. لما يطلع في احسن حالاته 1-0 هيسافر جنوب افريقيا، الضغط هيبقى زايد جدا، صحيح. هيقلق، يقول لك ممكن حكم يديهم بنالتي، الامور تتصعب. لكن 2-0 في معظم فرقتك مش في التوب فورم بتاعتهم، موافق، حلو جدا الحمد لله. ويبقى يفكر في مباراه ان شاء الله قادمه، اللي انا شايف ان هي الضغوط بتاعتها هتبقى اسهل من النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز كنا نتمناه. يعني احنا كنا نتمنى قبل المباراه ان النادي الاهلي على الاقل يطلع كسبان 2 أو 3-0، ولكن الشوط الثاني سيبنا الاستحواذ والسيطره لسان داونز. ايه وجهه نظر مستر موسيماني الشوط الثاني بالذات؟ هل ان هو يسيب له السيطره والاستحواذ ويلعب على الكرات الطويله؟ طب انا يعني حتى مفتقد السرعات، مفتقد ان المجهود، احنا شفنا الشوط الثاني تقريبا معظم اللعيبه واقعه، حتى اجاي اللي هو بعيد بقاله فتره برضه تحس ان هو بعيد عن مستواه بدنيا، طبعا مش في افضل حالاته، فافتقدنا الحلول الهجوميه. ايه وجهه نظر مستر موسيماني في تغيير اسلوب اللعب الشوط الثاني؟ عشان المحافظه على النتيجه. هو حاسس ان سان داونز عنده استحواذ جيد، فهو جايب جون، فيقول لك انا هاخر نفسي للنص ملعبي وهم هيتقدموا للهجوم اكتر، هتتفتح مساحات اكتر، فاقدر العب خلف المدافعين. لان كل ما انت يعني لو النتيجه كانت لسه 0-0 غير لما النتيجه بقت 1-0، 1-0 هو هيضطر انه يزود الشكل الهجومي ويفتح مساحات في ظهره اكتر. لكن كويس. هي الفكره، هي الفكره مش في كده، ما انا ممكن اعمل كده وممكن اعمل من اول الماتش كده، هي الفكره حاله اللعيبه والاداء اللي اتقد. ايوه، لكن مش الفكره ان احنا رجعنا او ما رجعناش، هو اساسا في تعب واضح من، على فكره، من بدايه اللقاء. أيوة. يعني احنا يمكن الشوط الاولاني اتكلمنا سريعا، الوحيد اللي في احسن حاله ليه، حتى سيبك من فنيا، بدنيا وقوه وسرعه انقضاض وشراسه، بتبان اصلي التعب بيبان في الايه؟ في حده السبرنت، في حده الضغطه، الكرات المشتركه، الكرات المشتركه بتبان. فالواضح ان ديانج هو اللي كان عنده ديت طوال ال 90 دقيقه. طبعا هو قال الشوط الثاني انه تقريبا تعرض لضرب جامد، لو عمل مجهود فوق العاده، مجهود كبير، صح. انت تقدر تتحمل 2 لعيبه مثلا ما يكونوش بيجروا، 3، لكن في 7 8 حتى كميات الجري مش 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 واضحه، صح. ف مستر موسيماني كانت مفهومه انه يقفل في التلت الاخير او نص ملعبه ويبتدي يلعب على هجمات مرتده سريعه بكور طويله، حاول فيها مره ولا مرتين ولكنها لم تنجح الا غير في الكره الاخيره، الحمد لله خطا كبير من اونيانجو حارس مرمى سان داونز،
كلفهم الهدف الثاني اللي كنا محتاجينه جدا في الظروف دي. يعني انت حتى قبل الماتش يا ايمن لو بنقول النادي الاهلي هيعمل احسن ماتش في حياته ما كناش انا عن نفسي انا ما كنتش اتمنى اكتر من 2-0. يعني 2-0 بالنسبه للنادي الاهلي نتيجه كبيره مع فرقه زي دي تبقى حاجه كويسه. فالحمد لله انه انا يمكن قلت نقطتين في الاول لما انت كنت بتكلمني على طرق اللعب وكده، قلت لك مع طرق اللعب ومع ان مستر موسيماني عارف سان داونز وبتوع سان داونز عارفين فرقه النادي الاهلي، وفي نقطتين قلت لك مهمين جدا، حاله اللعيبه يوم المباراه ودي للاسف ما كناش موفقين فيها، وقلت لك حاجه تانية التوفيق، انه التوفيق مهم جدا في كره القدم. فالحمد لله النهارده ان احنا ما كناش في حاله جيده، ولكن ربنا كرمنا بالمكسب وبالهدف الثاني تحديدا كمان. يعني سيبك حتى من المكسب بنتيجه 1-0 واحنا مثلا ادائنا مش حلو، لا كمان الجون جه في ظروف يعني ما تحسش ابدا ان احنا خلاص، يعني احنا لو طلعنا ب 1-0 كنا هنبقى مبسوطين. فالحمد لله انه التوفيق كان معانا النهارده. الحاجة الثانية غير ديانج، أنا طبعا بحيي جدا 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 الشناوي في الكرات العرضية من الكرانل أو كرة اللي الراجل لعبها متوبة على الأرض وقدر يصدها صعبة جدا، الثانية اللي في المقص والثانية اللي اتشاطت في المقص وطلعها كان ممتاز. يعني دول أفوق اتنين، وزي ما أنت قلت هاني يعني في الناحية الهجومية الكرات العرضية بيلعبها باستعجال وفي وقت مش مظبوط، لكنه بذل جهد دفاعي جيد، يعني كان بيحاول كتير، يعني حاول كتير ورغم ان كان في ضغط عليه، لكن بدر بنوني الشوط الثاني لحد ما تحسن. لكن هي الفكرة انه النهاردة كمان قفشة ما كانش في احسن حالاته، وقفشة من العناصر اللي بتدي ايقاع للعب النادي الاهلي. صحيح. يعني تحركاته لما بيتحرك كتير بيعرف يستلم، بيعرف يلعب الناس، بيعرف يروح على الجون. النهارده كان يعني مجهد شويه غير مثلا الحاله اللي كان فيها في ماتش الزمالك. فالحمد لله على النتيجه، النتيجه تعتبر جيده جدا 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 جدا، وان شاء الله هناك الامور هتبقى اسهل، لان هم عندهم مشاكل كبيره جدا في الخط الخلفي. مزبوط. وبالذات من دوس سانتوس اللي هو رقم 3 بطيء جدا، اتفضحوا في الجون اللي جابه طاهر محمد طاهر. يعني التفكير ده ايمن ده انت دخلت وشوت قبل كده، طب ليه احنا ما كررناش لا يعني الحكايه دي؟ صحيح. وفي عدم تفاهم، خلي بالك بطء كبير قوي في خط الدار اللي قدام. لا عندهم بطء في التصرف كمان، يعني لما بيحصل ضغط عليهم بيغلطوا كتير. مزبوط. فهم طبعا دلوقتي النتيجه بقت 2-1، هيحاولوا يتقدموا بخطوطهم اكتر فهتفتح مساحات اكتر. فسهل هناك كمان انك تحرز فيهم اهداف وانت مش مضغوط بعد الهدف الثاني. الحمد لله ان جه في الدقيقه 90 مع نهايه اللقاء. طبعا ده هدف الجميل اللي جابه طاهر محمد طاهر، يمكن دي احسن ما قام بيه في المباراه. استلم كويس ورقص وبعدين سنة الثاني دي وسعت له وحطها في الزاويه البعيده على وخد الجرأه انه يسدد. ما هو لازم للمهاجم كده. ما انا بقول لك هو يعني تصرف تصرف كويس من الاستلام، من التفكير انه يرقص الراجل، بعدين وسع لنفسه كمان تاني بزقه خفيفه، وبعدين تصويبه يعني يعتبر بوجه القدم الداخلي وراحت في الزاويه البعيده، هدف جميل يعني. فالحمد لله النهارده على النتيجه ان شاء الله ان شاء الله نكتب الامور اسهل باذن الله رب العالمين. كابتن احمد، يمكن الجول الثاني انا شايف من وجهه نظري ان هو نقطه تحول هيبقى في المباراه الثانيه. اكيد 1-0 غير 2-0. صحيح. يعني 1-0 بتخلي الفرقه اللي قدامك نازله برضو هاديه، في اي وقت ممكن يجيب جول، مش مستعجل، مش فاتح خطوطه، ممكن بيلعب على ضربة ثابتة، بيلعب على هجمة منظمة، بيلعب على هجمة مرتدة، بيلعب على كورنر، بيلعب على يعني انت قدامك 90 دقيقة بتحاول فيها، بتبذل كل قصارى جهدك في ال 90 دقيقة عشان تسجل هدف واحد. لكن انت النهارده رقم واحد بالنسبة له عايز يسجل هدفين، ده رقم واحد، تمام؟ ده عشان يتعادل معاك. رقم اثنين عايز يسجل ثلاث اهداف عشان يعدي النادي الاهلي، او عشان يكسب المباراة، عشان يكسب المواجهتين، يعني عايز يسجل ثلاث اهداف قدام النادي الاهلي. الانديه الكبيره انا بشوف وجهه نظري، بشوف ان الانديه الكبيره لما تبقى كسبانه وتلعب بره ملعبها الامور بالنسبه لها بتبقى يعني اسهل بكتير جدا جدا جدا. صح. ليه؟ انت النهارده مفترض ان احنا عندنا لعيبه كوره عندهم امكانيات وعندهم قدرات، المفترض يعني، تمام؟
بطبيعه الحال لما بتلعب بره ملعبك بيبقى عندك مساحات كتيره مفتوحه بقى. الملعب بيبقى عنده فيه مساحات كتيره خاليه، تقدر تشتغل، تقدر تستحوذ، تقدر تشتغل على كاونتر اتاك بشكل كويس، تمام؟ ده اللي ممكن او ده اللي المفترض نشتغل عليه هناك. احنا في حاجات قلناها قبل الماتش، قلنا نتمنى ونتوقع، يعني احنا دايما بيبقى عندنا توقع لشخصيه النادي الاهلي، توقع لاداء النادي الاهلي، لمكانه النادي الاهلي، ده اللي بنتوقعه، ان احنا ننزل نضغط من البدايه، هنضغط على من، هنلعب من على الاطراف، هنشتغل، هنستغل اللعيبه اللي موجوده عندنا، هنستغل السرعات. لكن الكلام ده ما حصلش النهارده في الماتش، لكن ممكن يحصل في الماتش اللي هناك. ممكن يحصل، لان خلاص انت بتلعب فرقه هتبقى عامله زي الشوط الثاني كده، راجل غير اربع تغييرات هجوميه، فضى نص الملعب، الطرفين بالنسبه له كانوا الاثنين متقدمين، فبالتالي بقى عندك فرصه جيده جدا جدا انك تسجل اهداف. كان في واحده لمحمد شريف اللي اتحسن، اللي يعني جزء من الثانيه كان ممكن يروح بيها وتبقى هدف ثاني، نتيجه ان سان داونز فتح الملعب، فتح الجيم، عايز يسجل اهداف، فبالتالي بقى عندك انت تشتغل فيها. صح، انت عندك ميزه، عندك لعيبه عندها سرعات في الحته الاماميه، فيقدروا بالسرعات بتاعتهم هم يخلقوا فرص ويسجلوا اهداف. ودي الميزه اللي ممكن يشتغل عليها النادي الاهلي هناك. انا ما بقولش ان احنا نلعب زون ديفنس، ولكن نلعب بتنظيم شويه، ممكن طريقه اللعب تتغير. يعني انت كنت بتتكلم في بدايه الماتش على طرق اللعب واختلافها وتغيير طريقه اللعب، لا ممكن الاهلي يغير طريقه اللعب، ممكن نلعب 4-5-1 عادي جدا، انك تملى نص الملعب وتشتغل على واحد على هجمه مرتده سريعه، بحيث انك ما تديش مساحه لسان داونز هم يشتغل. من بالك حضرتك كنت طالب اللقطه دي. دي اللقطه اللي ضغط فيها النادي الاهلي بالظبط وقطع الكوره. يعني بالزبط. النهارده احنا قلنا هم عندهم عيب خطير جدا، هي دي الكوره بالظبط. قطعت في الحته دي، ولو كملت بعديها يا سمير بعد ما تقطع على طول هتلاقي ان طاهر بقى فاضي، يعني كان ممكن تتباصى ويروح يسجل هدف. وده اللي اتكلمنا عليه، قلنا يا جماعه الفرقه دي عندها مشكله، ان هم عندهم بطء في التحضير مش سرعة، وعندهم حته الكبرياء شويه في اللعب، مش الثقه الزايده، لا كبرياء شويه، ما شتتش الكوره، هو مش عايز يشتت الكوره. يمكن مش دي برده اول كوره، دي ثاني او ثالث كوره النادي الاهلي يضغط، وكان ممكن تتحول لهجمه مرتده سريعه. مزبوط. وبتضغط في الامام، يعني الطبيعي ان اللي معاه الكوره ده بتاع سان داونز يشتت الكوره، وهو مغلوب 1-0، لكن عايز يباصي فتقطعت الكوره، كانت ممكن تبقى فرصه للنادي الاهلي. هو ده الضغط اللي احنا بنتكلم عليه، وده اللي المفترض يبقى جزء من فكر النادي الاهلي وانت بتلعب هناك، ان انا بضغط، ان انا مش هسيبك انت تمتلك، مش هسيبك تستحوذ، مش هسيبك تخلق فرص، مش هبقى انا رد الفعل طول المباراه، لازم في وقت من الاوقات لا يبقى انت الفعل طبعا. لازم وقت من الاوقات يبقى انت بتضغط، لازم توري له بلغه الكره اللي هنا الحمراء. انت النادي الاهلي كسبان 2-0، مش متخوف من اي حاجه، مفيش اي ضغوط عليك، رايح هناك انت عشان تتغلب لازم يفيك 3 اهداف. صعب جدا في الفرق الكبير طبعا. لكن مش مستحيل، لكن صعب جدا في الفرق الكبير. الفرق الكبير ما ينفعش انا رايح بره ملعبي وانا حامل اللقب والنادي الاهلي ورايح هناك خايف بس ليا شغل ان اتغلب 3-0. ما انا ده اللي بقوله، خايف ان انا اتغلب 3-0. لا، انت في وقت من الاوقات لازم تفرض شخصيتك، لازم تفرض اسلوبك، لازم تفرض سيطرتك داخل المباراه. النهارده سان داونز اول 10 دقائق سبت له الجيم شويه، فهو كان بيلعب، هو من البدايه كان بيلعب زون من نص ملعب، كان بيدافع من نص ملعب. لما سبت له الجيم شويه ابتدى هو خلاص يضغط، ابتدى يطلع لقدام، ابتدى يضغط من على قصه النص ملعب، ابتدى بعد كده يضغطك باتنين من ال 18. نتيجه ان انت سبت له الحته دي، اديته مساحه، اديته فرصه انه يضغطك، اديته مساحه واديته فرصه ان هو يستحوذ ويشتغل. لكن انت لو رحت هناك فرضت شخصيتك من البدايه، اعتقد هم هيقلقوا. هو نازل اولا هو هيبقى مضغوط نفسيا ومضغوط عصبيا ومستعجل، عنده كل الحاجات السيئه بالنسبه له عشان يسجل اهداف. فبالتالي انت لو فرضت شخصيتك، لو ابتديت تهاجم هتخلق فرص، هتسجل اهداف، هيبقى ليك وضع كبير افضل من اللي انت عملته هنا الناحيه دي. انا مبسوط ان النتيجه 2-0 دي بتاعه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني طبعًا. لا المدير الفني ولا اللعيبه كان ليها دور يعني كبير في الماتش بتاع النهارده، هو توفيق ربنا عايز يدي النادي الاهلي، بس لازم استغل التوفيق. ما ينفعش ان انا هعتمد على التوفيق هنا في مصر وهرجع اعتمد على التوفيق هناك. يعني انت النهارده قبل الجول الثاني كنت احنا قاعدين بتكلم مع كابتن اسامه، بقول له لو ربنا رحيم بينا قوي لا بيحبنا مش رحيم بينا، رحيم بينا سيناريو سيناريو كده حلو ان احنا في التوقيت الخاطئ نجيب جول ثاني. طبعا نسجل هدف. الكابتن اسامه قال لي يا رب نحافظ على الجول ده. مظبوط، صح صح. ما هو بص خد بالك، هو هيقول لك ايه في هذا الشكل يعني. بص يا كابتن شريف، انت النهارده انت بتشوط طاهر، محمد طاهر بيشوط بتيجي جول، هو بيحط بدماغه في العارضه وبره، ده التوفيق وعدم. عايز اقول لك على حاجه، بس استغلال التوفيق هو ده الاهم بالنسبه لك. عايز اقول لك على حاجه واحنا فاهمين، اتفضل. لو بصينا على الدكه عندنا بره احنا مظلومين برضو. احنا لا عندنا بديل نص ملعب مدافع مثلا، او حتى اللعيب اللي كان عندك اكرم توفيق اصيب او حاجه زي كده،
فانت برضو عندك البدائل مش زيه، وانت بتقول لي نزل اربعه مهاجمين علينا وكده، هو اكمل منك وهو اجهز عندك. ومعلول فارق معانا جدا ولا لاعب الزمالك قبل الماتش ده، ومعلول فارق معاك جدا، ولاعيبه كتير خارجه من الاصابات زي ايمن اشرف، رامي ربيعه انذار، بنون انذار، حكم ليك بنالتي ما ادوهالكش، ربك عوضك. بس بص بلال وانت فاهم وكل الكباتن عاملين فاهمين، بس انت كابتن برضه، بس بص بره الاسعاف الموجود برضو الجهاز الفني مظلوم فيه، يعني المباريات المضغوطه، الاصابات، الغيابات، الحاجات دي هي بانت النهارده، لكن انت عايز بدايل، انت مش لاقي. ايوه بصراحه مش لاقيين. الراجل بيعمل ابره وفتله. انت علي يعني معلول بقاله فتره كبيره يعني، مش قصدي على معلول، بقاله فتره كبيره. انا مش عايز بديل، موجود في النادي الاهلي، انت عايز بديل. حتى البديل اللي قاعد بره متعور، يا اما بقاله كتير ما بيلعبش، يا اما واحد فيهم بيلعب 10 دقايق. يا اما ما عندكش الحلول الكبيره اللي انا حاسب فيها. بص يا كابتن، بس مش بهذا الشكل. انا هقول لك على حاجه، انا يعني اعذر اللعيبه والمدير الفني في حاله الاجهاد اللي فيها اللعيبه، هو ده شكل، لكن سيستم اللعب ما اعذرش فيه مدير فني، ما اعذرش فيه لعيب. انا النهارده مش قادرين، ما ده اللي انا بقوله لك. انا اعذر اللعيبه واعذر المدير الفني ان اللعيبه فيها حاله اجهاد، يعني اللعيبه بتيجي الشوط الثاني من كتر من تلاحم الماتشات، وضع طبيعي ان في هيحصل دروب، يعني اللعيبه هيحصل فيه هبوط شويه في الاداء البدني، لكن سيستم اللعب من بدايه الماتش ما ينفعش نعذر فيه اللعيبه. انت شخصيتك بتفرضها لو حتى تلت ساعه في الماتش، اللعيبه مسؤوله، ده وضع طبيعي. النهارده لازم يعني انا النهارده النادي الاهلي قدر يسجل، تمام، كان لازم نستغل برضو انك انت سجلت هدف، ونضغط ونبتدي نضغط بعد الهدف عشان لا شفنا، مش شفنا الطريق، ربنا بعت لنا الطريقه يعني. مش بس عشان تسجل هدف، انت عشان تحطه برضو تضغط عليه، عشان تحطه في منطقه جزاء، عشان تحطه في نص ملعبه، هو ده الفكر المفترض ان احنا بنشتغل بيه. لكن طبعا يعني اللعيبه معذوره، كم اجهاد غير طبيعي، ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام بتلعب ماتش، فعندك حاله من الاجهاد، وانت عايز تعمل تدوير، والتدوير بيبقى صعب ببعض الاوقات، لان في لعيبه بتبقى مصابه بالنسبه لك، فما بتقدرش تغيرها، في مشاكل يعني تسببها زحمه الماتشات. لكن انا بتكلم على الهويه والشخصيه بتاعه النادي الاهلي، لابد في وقت من الاوقات تفرضها. اصبح عندك جزء مهم جدا في الماتش اللي هناك، انك تفرض شخصيتك من بدايه الماتش. انت ما عندكش حاجه تبكي عليها، بتلعب في افريقيا متقدم 2-0، بتلعب فرقه في ملعبها مضغوطه، خسران 2-0 منك، عامله لك حساب كبير جدا، فرقه عندها تعالي شويه وكبر في الكوره، تقدر تستغل كل ده لو فرضت شخصيه النادي الاهلي. ولكن يا كابتن بلال هنتكلم فيها، انا وجهه نظري ان مستر موسيماني ممكن يبدا المباراه باسلوب تاني خالص هناك. انا ارجح كده، انا ارجح كده يعني. لما يبقى عندي اجهاد ما ينفعش العب جيم مفتوح. بالظبط، تمام، بالظبط. طيب هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا مباراه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، والفوز على فريق صن داونز بهدفين مقابل لا شيء، وكان مهم زي ما حضرتك قلت وضيوفنا الكرام قالوا عدم استقبال اهداف في هذه المباراه. يعني عقب المباراه يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي، مباراه كبيره جدا، شوط اول مهم جدا، الاهم منه مش ان 2-0، ان انا ما استقبلتش اهداف. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، طبعا زي ما انت قلت مهم جدا، بتلعب خصم مميز جدا، انت عارف حساسيه المباراه ووجود الراجل معانا وقد ايه المباراه كانت عصبيه جدا، يعني يمكن اول مره اشوف فرقه جنوب افريقيا بيقاتلوا كده، فالموضوع كان صعب جدا. مباراه تكتيكيه اعتقد على اعلى مستوى، زي ما انت قلت مهم جدا ان انت ما كنتش تستقبل اهداف، مهم جدا ان انت تسجل. الحمد لله خلصنا شوط مهم جدا، لكن عندنا شوط اصعب 90 دقيقه ثانيه. اعتقد ان شاء الله بتصميم اللعيبه ديت وباجتهادهم واخلاصهم، اعتقد ان شاء الله ربنا يسهل، ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعدي يعني. لكن مباراه كبيره بالنسبه لهم، بشكرهم على الجهد، يمكن كان في عصبيه شويه في الاداء، لكن دي مرتبطه طبعا باللي انت عاوز، حاسس باهميه المباراه، حاسس الماتش صعب جدا عليك، مش صعب فنيا، صعب اللي انت بتحمل مسؤوليته يعني. فاعتقد الحمد لله بشكرهم جدا، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، من النقاط المهمه جدا يعني رغم ضغوط وتوالي المباريات، لكن توقيتات احراز الاهداف ده مهم جدا، ان لعيبه النادي الاهلي محتفظه بتركيزها على مدار ال 90 دقيقه، هدف في البدايه، هدف في النهايه، بتبدا كويس وبتنهي كويس. وده الاهم جدا اللي انت تعمل كده يعني، المهم جدا اللي انت الاول اللي انت تفكر اللي انت ما تستقبلش، ان دي نقطه مهمه جدا يعني، ممكن الراجل يتكلم عليها واكد عليها كذا مره يعني. النقطه الثانيه اللي انت بقى طبعا اي فرصه تجيلك لازم تستغلها، واعتقد يعني الفرق الكبيره بتلعب كده يعني، بتشوف ماتشات في اوروبا نفس القصه،
ما بتفكرش في الاستحواذ اكتر قد ما بتفكر ان انت ازاي تقف كويس، تقدر تنظم كويس عشان تقدر تشتغل على كونتر اتاك كويس، تشتغل السرعات اللي انت عندها كويس، تغييرات، تحاول تطول الماتش عشان تقدر تستغل الجهد البدني اللي هم فيه. فاعتقد الحمد لله الراجل اعتقد لو دار مباراه كويس، حتى التغييرات الحمد لله اثرت علينا وعلى شكل الفرقه، وان شاء الله لسه ان شاء الله الخطوه اللي جايه ان شاء الله دي الاهم بالنسبه لنا، ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. كابتن سامي، يعني من النقاط المهمه جدا اللي اختلف، يعني حضرتك قريب من الاحداث، اللي اختلف في تحضير بيتسو موسيماني لهذه المباراه عن مباريات كتير فاتت؟ يعني انا شايف ان النهارده اللعيبه درس فريق سان داونز كويس، قافلين على مفاتيح اللعبه كويس، في حاله هدوء عند اللاعبين، في شخصيات لعيبه مهمه جدا اثرت في هذا اللقاء. بص، انت كل طبعا ما بتعلى طبعا او بتلعب في مباريات كبيره اعتقد اللعيبه بتتركز اكتر، ونفس القصه انت بطل افريقيا وانت بطل البطوله اللي فاتت بتلعب خصم مميز عارفين عنك كل حاجه، واحنا نفس القصه. الحساسيه زي ما انا قلت لك وجود الراجل طبعا تحدي بالنسبه لهم، حتى الجهاز كان هو الجهاز المساعد للراجل، فطبيعي اللي انت بتبقى حاول مركز وعارف تفكير الراجل فكر ازاي واسلوبه ايه وبيفكر بيلعب بطريقه اللعب ازاي يعني، فممكن الحاجات ديت اللي ادت شويه حساسيه في المباراه يعني. لكن اعتقد الحمد لله المباراه عدت علينا، بالنسبه لنا الحمد لله زي ما قلت لك الشوط الاول مهم بالنسبه لنا، انا الشوط الثاني ان شاء الله نقدر نستغله كويس، ونقدر ان شاء الله نستغله كويس ونقدر ان شاء الله نعدي الدور اللي بعد ان شاء الله. كابتن سامي، مش مبالغ في الفرحه، لكن عندنا شوط ثاني هناك مهم ايضا، فريق سان داونز على ملعبه فريق يحترم، اللي انت قلته للاعبين بعد المباراه؟ الراجل طبعا شكرهم على الاداء وشكرهم على الجهد زي ما انا، ولكن اكد برضو اللي انا بقوله دلوقتي ان ده شوط خلص، عندنا شوط اهم بالنسبه لنا واصعب، هم عندهم ضغوط اكتر علينا، ان شاء الله نقدر احنا نستغل كويس الضغوط ديت ونقدر نستغلها كويس ونقدر نلعب كويس، احنا نبقى اهدى، عندنا فرص اكبر، واعتقد الحمد لله الخبرات اللعيبه وتصميمهم اللي عاوزين يعملوا حاجه كويسه ليهم ولناديهم، اعتقد ان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله بنفس الروح دوت ونفس الاداء ده اعتقد ان شاء الله هيبقى ماتش بالنسبه لنا سهل ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، كابتن الخطيب كان موجود معاكم النهارده في مقر اقامه الفريق، ادى رسائل للجهاز الفني وللاعبين، ابرز الامور اللي قالها لكم ايه؟ بصوا، دايما الكابتن وجوده مجرد وجوده لينا داعم طبعا لينا، انت عارف كابتن بالنسبه لنا وبالنسبه للكره المصريه كلها يعني حاجه كبيره جدا ومثل اعلى لكل اللعيبه وكل الاجهزه، مهم جدا لما انت بتلاقي رئيس النادي بيدعمك خصوصا في الاوقات اللي زي ديت يعني، الراجل اتكلم مع الراجل كويس واداله دفعه كويسه، ونفس القصه مع اللعيبه اللي هو بيثق في اللعيبه بيثق ان هم قادرين ان هم يعدوا يعني، واعتقد الحاجات دي بتاثر طبعا نفسيا، انت عارف بتاثر نفسيا قد ايه على اللعيبه والجهاز، ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر ان شاء الله نحرز البطوله الغاليه ديت بالنسبه لنا، ان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله في الشوط الثاني، والتوفيق ان شاء الله في مباراه السوبر الافريقي. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، اعتقد نقاط مهمه جدا اتكلم فيها، وقال قطعنا شوط كبير جدا بالفوز النهارده على فريق سان داونز في المباراه الاولى في الشوط الاول، لكن يتبقى شوط ثاني في بريتوريا، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه هناك، ومن ثم الصعود للدور قبل النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن ولضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق. وصلنا للحلول الهجوميه الشوط الثاني، ولا الله ممكن يكون عن طريقه الوصول لدور الاربعه. ايه سبب افتقاد الحلول الهجوميه الشوط الثاني؟ مفيش تحركات لاي حد بيمسك الكوره بيجي يبص بيرطر، انت بتقول بيلعب الكوره لورا، ما عندوش اي رؤيه، حتى محمد شريف معزول تماما الناحيه الثانيه، انك انت عشان تلعب يبقى لك وجود عندهم الناحيه الثانيه، احنا قاعدين كنا قاعدين عاملين كده بنتفرج كده، الناحيه دي احنا مش شايفينها مش شايفين الناحيه الثانيه خالص، حتى في تعليمات للباك رايت والباك ليفت بتاعك ان هم يوقفوا الناس اللي هي بتطلع عليك، ده هم احسن ما عندهم اطرافهم واسرعهم وبيبنوا من الناحيه اللي هناك دي وبيحاولوا انهم ياخدوا العين عليك. ما اعتقدش يا كابتن يبقى في تعليمات ان الباكين بتوعنا ما يطلعوش، انت بتلعب في القاهره. انت شفتهم طلعوا غير مره اتلعبت كوره وما لحقتش. دي بتاعتهم هم، ما ينفعش المدير الفني واحنا بنلعب في ملعبنا مش قادرين وعايزين نكسب يقول الاثنين الباكين ما تطلعوش. ما هو في الحاله البدنيه حتى لا تسمح بالروح والرجوعه. مش احنا مش لاقيين كده. الوحيد اللي كان ممكن يطرد كمان كذا مره تعرض للحكايه دي ايمن اشرف، كان موجود في نص الملعب بتاعهم، كان موجود على الطرف، كان بيشترك، كان في ما عندكش. قلنا على ديانج هو الوحيد اللي بيلعب كل حاجه. حتى انا افشل اللي مستغربه تحركاته النهارده، مفيش هيلبنج للراجل اللي معاه الكوره. فكر في الحته اللي كانوا بيتكلم عليها ان هو يبقى ورا محمد شريف. محمد شريف مش عارف يغطي على الناحيه اليمين ولا يغطي، كانوا الاثنين زي ما تقول ايه في تهويش يعني. بنهوش على ان احنا مش عايزين الكوره تتلعب، احنا موجودين في المنطقه دي، انما مفيش الميكانيزم اللي احنا بنطلع من تحت. أيوة. كلنا بهجمه منظمه، اطرافك بتطلع، هدوءك موجود، سويتشاتك
اي فرقه عايز كبيره حاجة. اي فرقه كبيره في العالم بتبتدي وتعمل كده، حتى الفرق اللي بتلعب كره طويله. أي. انت ما لعبت كره طويله في الدوري العام جبت جولين في دقيقه بس. مزبوط. كان في تحركات قدام. مزبوط. واحد رجع لتحت والتاني قطع لقدام راحت له رشاطها جه الجول. طيب الكرار التاني او انت بتروح تهز الفرقه اللي انت بتلعبها. ايوه انت بيكون عندك لعيبه واصحاب مهارات. ما انت طاهر محمد طاهر جاب الجول ازاي؟ صاحب مهارات وقطع لجوه عنده شخصيه وشاط جاب جول. محمد شريف فين النهارده في كوره زي دي؟ بفكر انزل لحد جاي لي من نص الملعب استلم وموه واروح واشوط تاني قنبله. كل ده هز ووضح لنا ان الجون مهزوز كمان يعني ده احسن ما فيهم كان المفروض حارس المرمى ده شكلا وموضوعا. ادك الجون الاولاني رايحه في ايده وخدته وراحت من قوتها والكره الثانيه دي طبعا. عايز اسالك سؤال يا كابتن شريف، لما بتكون لعيب وانت عندك ملعب باسمك او يعني زي استاد الاهلي والسلام دوت، حتى لما بتكون مضغوط في بعض المباريات ولكن انت عندك الاحساس نفسيا ان ده ملعبك. انا بتكلم على علشان الجول الثاني بتاع صلاح محسن اللي هو عمل فيه يعني هي بيني وبينك الكره صعبه قوي العاليه قوي دي، انت تاخدها الاول يعني. من عند جهه ما عندوش حلول غير انه يبعت للراجل يبعت الراجل للناحيه الثانيه في كيلو 55. انا بتكلم بقى على الحته النفسيه ان انت عندك ملعب حاسس ان هو ملعب بتاعك متعود عليه حافظه حاسس ان انت لو كملت ممكن تجيب جول. انت مش قادر بس هو كمل صلاح محسن كمل في الكره دي. صلاح محسن موضوعا وشكلا وسنا وسرعه ما هو جاب واحده قبلها لو كان عملها بالعرض القفشه كان ممكن تبقى جول يعني بس هو راح شايطها قال استغل. خلاص بقى اللعيب لما بيوصل في المنطقه دي بالشكل المباراه النهارده عايز يعمل اي حاجه، عايز يخلص من الكوره ما صدق بقى جوه ال 18، عايز يجرب بشماله، عايز يعمل اي حاجه، فالشكل اصلا النهارده مرفوض. بس يحسب لصلاح محسن ان هو كمل حتى في الكوره دي برغم من انها صعبه جدا. يحسب لصلاح محسن المره دي والمره اللي فاتت. صحيح. والتحركات على فكره مش يحسب والنيه يا علاء مش يحسب على فكره ده لازم ده لازم ده لازم. طب تعالوا نروح بقى نشوف زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع صلاح محسن ده لازم يا صلاح صاحب الهدف الثاني النهارده. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك للفريق النادي الاهلي النهارده، خطوه كبيره قطعها النادي الاهلي نحو الوصول لمباراه الدور قبل النهائي. معايا واحد من نجوم المباراه وصاحب الهدف الثاني صلاح. صلاح الف مبروك على الهدف، مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي امام خصم كبير هو فريق صن داونز، لكن كنتوا رجاله ودايما بران على شخصيه لعيبه النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي. طبعا الحمد لله النهارده اللعيبه رجاله قدرنا نحقق الفوز النهارده على فريق صعب فريق زي صن داونز. والفتره اللي فاتت انت زي ما انتم شايفين عندنا ضغوطات كتير وماتشات كتير واللعيبه يعني تشكر بمجهود جامد جدا وان شاء الله نقدر نصعد من هناك باذن الله الفتره اللي جايه. صلاح لقاء النهارده استمرار للقاءات القويه اللي صلاح بيلعبها في الفتره الاخيره، شفنا هدف جميل في مرمى الزمالك النهارده هدف يعني وانت لعيب بتنزل بديل وعندك الطاقه وعندك يعني الايجابيه دي اعتقد نقطه مهمه جدا لصلاح محسن. الحمد لله طبعا الكره دايما اجتهاد وانا الحمد لله باجتهد الفتره اللي فاتت وزي ما انت شايف ربنا بيديني ومش مهم اللي انا اجيب الاجوان، المهم ان الفريق يكسب وقدرنا نحقق النهارده فوز على ارضنا، فوز الحمد لله كويس بالنسبه لفريق كبير زي فريق صن داونز وان شاء الله نقدر نصعد هناك باذن الله. واللعبه كلها تقدر بس نعمل استشفاء، اللعبه كلها مجهده جدا جدا، عندنا ضغوطات الفتره اللي فاتت ضغوطات صعبه جدا جدا وان شاء الله نقدر نصعد من هناك ان شاء الله. صلاح ابرز التعليمات اللي اهلها لك مستر بيتسو موسيماني قبل نزولك. وانا دايما بيقول لي يعني ركز انك تنزل تخلي الفريق في الكره قدام دايما ودايما تبقى انت اللي بتطلعني بالكره قدام وتقدر تدافع مع ايمن ويعني الحمد لله طبعا قدرنا نحقق الفوز النهارده وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نعمل حاجه بفضل الله. المولوده الجديد والشقه حلو عليك، وقول لي مين توقع عليك ان انت تحرز هدف النهارده؟ والله اخواتي كلموني وقالوا ان شاء الله ركز بس زي الماتش اللي فات وان شاء الله تقدر تجيب جول ان شاء الله وتخلينا ان شاء الله النتيجه تبقى اكبر من كده ان شاء الله يعني الحمد لله يعني. شكرا يا صلاح بالتوفيق دايما. ربنا يخليك. كابتن ايمن ده كان لقانا مع صلاح محسن لاعب فريق النادي الاهلي وصاحب الهدف الثاني في مرمى فريق صن داونز، زي ما قلنا خطوه مهمه جدا بيقطعها النادي الاهلي وشوط كبير لسه في شوط ثاني هناك في بريتوريا، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في الشوط الثاني هناك في بريتوريا. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا صلاح محسن اثبت كفاءه عاليه جدا ومقدره على التهديف في المباراه الثانيه على التوالي
واحرازه الهدف مهم جدا 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 النهارده، يمكن من ضمن الايجابيات المكتسبه في مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن من ضمن الايجابيات النهارده ومن اهمها عدم دخول هدف في مرمى النادي الاهلي. طبعا ده كنا اول حاجه احنا الاربعه قلنا اهم حاجه النهارده ان شاء الله يطلع 0-0 بس ما يخش في جول، يبقى انت عندك الافرج اللي انت تجيب جول هناك يبقى لك الاسبقيه. انما ما اعرفش يعني حظ غير موفق بالنسبه لفرقه سان داونز. احسن ده كويس. الحمد لله رب العالمين. ده احسن الشكل اللي احنا شفناه ده احسن شريف طبعا. انت من جنوب افريقيا ولا لا؟ انا بتكلم في الحقيقه، انا بتكلم يعني انتوا مش فاهميني. لا والله فاهمينك يا كابتن شريف، فاهمينك. شكل التفوق اللي هو كانوا فيه فرقه عندهم. هو بص معانا فعلا نفس كلامك. بص يا كابتن شريف، معانا الارقام. بص الركنيات كام واحده يا شريف؟ الاستحواذ سان داونز 55 الاهلي 45، التمريرات الصحيحه سان داونز 470 من 551، نادي الاهلي 403 من 488، تصويب على المرمى سان داونز 2 على المرمى من 7، نادي الاهلي 3 من 5، الركنيات النادي الاهلي 1 سان داونز 7. دي قلت الاحصائيات حتى في الشكل الثوابت غير الفاولات بقى اللي الحكم اداها لنا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا نسينا موضوع على ميجي كابتن حكم جه علينا فوات كتير جدا. هذا كان شريف من المرات القليله اول الاستحواذ يروح منك. ده احنا كنا طالبين الاستحواذ والضغط بالظبط. احنا طلبنا يعني حاجه تانية مع فرقه زي دي؟ لا ما قلناش حاجه. واللي يجي بقى بعد كده الشخصيه الوحيده اللي حصلت فيها الشوطه اللي جابها طاهر محمد طاهر، وقلنا عليها وانت قلت معايا وكل الدنيا قالت ان لازم بعد الجون اللي جبناه ده يبقى الضغط اكتر، وخلاص بتاخد ثقه وبتلعب على ملعبك. انت كنت بتكلمني على الملعب، انك انت بتلعب في ملعبك. لازم تلعب في ملعبك وعندك ثقه وتعدي. مفيش لعيب بياخد رقص واحد ويعدي ويضرب خط بحاله ويوصل لغايه خط ال 18. وانت بص يا كابتن شريف، ممكن بدايتك ما تبقاش موفقه كويس، بس في حاجات بتحصل في اثناء المباراه تزودك انت. يعني الهدف اللي احنا جبناه ده احنا كلنا متفقين على حاجه واحده، كان لازم يحصل عارف ايه تفوقان كده، تحصل ضغطه تفوق نفسك. اللعيب لازم يفوق نفسه في الملعب. حتى لو يحس ان هو مش في احسن فورمه مظبوط، يدور على الحاجه اللي تخلي شكله كويس. صح. وجوده بالظبط. يعني كتير قوي بص ايمن، حته الاجهاد موجوده والتعب وكل حاجه، بس لازم لعيب الكوره يبقى ذكي، لازم يبقى يستعمل ذكائه في الملعب. انا ممكن ابقى تعبان لكن ما يبقاش تعبان، كره سهله واتحرك سهل. هو ده لعيب الكوره. لعيب الكوره لازم يفوق نفسه في الملعب. ممكن ما يبقاش فايق. الفرقه كلها النهارده لو جمعناها مش يعني مش ده مش الشكل ده مش اداء النادي الاهلي، احنا كلنا متفقين على كده. وفي ناس كتير قوي مش موجوده عشان الشكل العام مش حلو. معظم اللعيبه مش في فورمتها، حتى مش في لا مش في نص مستواها. ورغم كده عشان كده بقول لك ايه، الحمد لله انك ما وصلتش نص مستواك وكسبت 2. دي مزبوط. حاجه دي كرم من عند ربنا وبعضه كرم يا كابتن شريف، انك تروح ان شاء الله جنوب افريقيا. لو انت بمستواك الطبيعي انت في حته تانية خالص ان شاء الله. مستواك الطبيعي مش احسن مستوى. فاكر عليا انا قلت لك ايه قبل الماتش؟ انا حاسس كده النهارده ان احنا ان شاء الله كل الناس بتقول 2-0، انا حاسس ان احنا نكسب 3. ايوه ده على ادائنا الطبيعي. أي. على الضغط اللي احنا كنا بنتمناه. على تحركات اللعيبه. ده الكره اللي جت لحسين الشحات. أي. في نص الملعب. ايوه وراحت معديه من تحت رجله دي، حسيت انه كاشش، حسيت انه مش في قلق وخوف مش في الملعب. أي. مش ده الكارج ودي الروح اللي انا داخل اوقف الكوره وافرم وعدي من واحد زي ما هم كانوا بيعملوا معانا، عايزين يعدوا. الروح دي ان شاء الله الاقيها هناك. يعني استاذنك كابتن شريف بعد اذنك هنرجع لك مره ثانيه، بس هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق ماميلودي سان داونز بهدفين، والنادي الاهلي بيقطع شوط كبير، لسه عندنا شوط ثاني. يكون معانا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، مباراه كبيره في ظل ضغوط، في ظل يعني تلاحم مباريات، في ظل غيابات اصابات، لكن دايما في كل كلامك بتتكلم على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده حضرت شخصيه لعيبه النادي الاهلي.
طيب الحمد لله على كل شيء، لكن برضو هرجع اقول خلاص بقى اللي فات فات، انت بتتكلم على اللي جاي بما فيهم النهارده. المباراه دي عباره عن شوطين، 90 دقيقه اتلعبت هنا في استاد السلام و90 دقيقه هتبقى في بريتوريا. خلينا ناكد على المعنى والمفهوم والواقع ان فرقه صن داونز فرقه محترمه جدا وفرقه كبيره جدا وفرقه قويه جدا يعني. فلازم نحضر للمباراه كويس. مباراه خلصت انتهت شوطها الاول، لكن شوطها الثاني اللي بيحسم واللي بيفصل واللي بيحدد هو المباراه اللي هتبقى في او الشوط الثاني اللي هيبقى في بريتوريا. النهارده فوزنا 2-0، لكن بكره هنريح وان شاء الله الرحمن يوم الاثنين هنسافر على طول باذن الله، ويا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله ونصعد للدور قبل النهائي باذن الله. كابتن سيد، على مدار ال 90 دقيقه النادي الاهلي هو اللي فرض اسلوب لعبه على مدار يعني ال 90 دقيقه، شخصيه اللاعبين، الهدوء اللي كان عند اللعيبه، دور الاعداد النفسي اللي اشتغلتوا عليه الفتره الاخيره. مش مساله ادوار وخلاص يعني، انت بتتكلم على مباراه تقيله وكبيره، ف الشخصيه بتبقى حاضره والدوافع كمان بتبقى موجوده. احنا بنلعب فرقه يعني تكرار لثالث موسم على التوالي في نفس الدور يعني، فاكيد انت عارف كويس قوي ان هم جايين بغلوا كره يعني كبير وقوي، وانت نفسك كمان لازم تقابلها بنفس التركيز يعني. الحمد لله كنا موفقين النهارده، وان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين كمان في مباراه بريتوريا. لكن اللي عايز اكد عليه واللي الناس كلها تبقى عارفاه ان كره القدم فيها كتير جدا جدا، لازم انت كمان تحضر لها بشكل كويس ونخش اللقاء الثاني واكنه اللقاء الاول يعني. كابتن سيد، التغييرات والتبديلات، تشوف صلاح محسن للمره الثانيه في المباراه الثانيه على التوالي بيحرز هدف، ودوركم معاه كلاعب بديل بيكون من النقاط المؤثره في اللقاء، سواء هو وايضا النهارده بتستفيد بطاهر النهارده بيحرز هدف وعوده جونيور اجي. طبعا احنا عندنا مجموعه من اللعيبه سنها مش عايز اقول صغير، لكن سنها مش في البدايات يعني، مهم قوي انها تاخد خبرات كويسه، ومهم جدا انها تتفرم بلغه الكره كده في المباريات الكبيره، لان هي دي اللي هتديها خبرات. هي عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها مهارات وعندها حاجات حلوه كتير يعني، لكن في مباريات بتبقى معتمده على الخبرات، معتمده على اللعيبه الكبيره اللي تقدر تقف في الوقت اللي تقف فيه بالكوره، تقدر انها تنقل بشكل كويس، تقدر انها يعني لمسه في الثانيه الثالثه لازم تكون مؤثره، تبقى عارفه كويس قوي قوي التوقيت والنتيجه ايه. ده مهم جدا عند لعيب الكره على فكره يعني، الدقيقه 89 غير الدقيقه الثانيه والدقيقه الثالثه يعني، انت المكان اللي بتلعب فيه او المكان اللي انت موجود فيه غير المكان في ال 18 مثلا يعني، كل دي خبرات بتجي لك يعني. اللعيبه كويسه واللي جاي هيبقى بالنسبه لهم افضل ان شاء الله يعني، زي ما قلت كل اللعيبه بنحتاجها وكل اللعيبه هيبقى لها دور وهيجي دورها، وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب الفرحه هتبقى على ايد مين او على رجل مين يعني. فخلينا برده نقول ان اللي جاي برده الناس كلها هنبقى محتاجينها. عندنا مجموعة من الإصابات زي حمدي فتحي، زي سعد سمير، زي علي معلول، كل دول غايبين بقالهم فترة، إن شاء الله الرحمن يكونوا موجودين ويزودنا قوة على قوتنا بإذن الله. شايف السيناريو بيتكرر مرة تانية والفوز على صن داونز في المباراة الأولى، أيضا التواني النهاردة كان لهم الكلمة العليا، فوز كايزر تشيفز على سيمبا والشباب بوليسداد على الترجي، والأهلي أيضا بيفوز على ماميلودي صن داونز. بص انا ماليش علاقه بالباقي، انا ليا علاقه بشخصي وفرقتنا يعني فرقه الاهلي. خلينا ناخد الموضوع، البطوله الافريقيه بتتاخد بمراحل، خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه، وعايز اقول برضو ان هي يعني مفهومي وعقيدتي و يعني انطباعي الدائم يعني، المباريات باحداثها، المباريات ممكن تبقى في فرقتين كبار قوي بيلعبوا بعض، لكن احداثها الفرقه تبقى اسهل من الفرقه الثانيه، وممكن المباراه تبان ان هي يعني ما بين فرقه كبيره وفرقه اقل في الاسم او المستوى، لكن احداثها تبقى صعبه عليهم يعني. كابتن خطيب النهارده كان حريص ان يكون متواجد معاكم في فندق الاقامه، كلامه ليكم كجهاز فني وللاعبين. بص هو كابتن خطيب يعني مش انا اللي هقول الكلام دلوقتي يعني عليه يعني، هو دايما موجود في الاوقات اللي هي بتبقى محتاجها باحساس لعيب الكوره وباحساس اللي هي التواجد في التوقيت معين، الكلام بيبقى ايه، هو مش كلامه خلاص على فكره يعني لازم دايما تبقى انت محتاج التوقيت اللي تتكلم فيه، محتاج التوقيت اللي توجه فيه، محتاج تون الصوت كمان يبقى امتى عالي وامتى متوسط وامتى لا في هدوء كده، كل دي بتعتمد طبعا على الشخصيه والناس اللي هي مهنيه عارفه الكلام ده كويس يعني. اختم مع حضرتك، أأكد علي معلول موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله بيتوري، نعمل اشاعة ان شاء الله الرحمن بكره باذن الله، زي ما هنعمل اشاعة لحمدي فتحي ان شاء الله يكون موجود معانا، على امل لو ما حدش لحق المباراه بتاعت بريتوريا انت عندك بطوله بعديها بست ايام اللي هي مع نهضه بركان في السوبر في قطر. اشكرك كابتن سيد والتوفيق ان شاء الله في المره. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، طبعا اتكلم على المباراه وشوط كبير جدا وقال خلاص قفلنا صفحه مباراه صن داونز، عندنا مباراه ثانيه وشوط ثاني في بريتوريا، هنحتفظ بنفس التركيز بنفس شخصيه لعيبه النادي الاهلي ايضا، ويعني اطمنا من خلاله برضه على بعض اللاعبين اللي ان شاء الله هيرجعوا من الاصابه، سواء علي معلول او حمدي فتحي ان شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق ان شاء الله في رحله بريتوريا، وايضا مباراه السوبر امام نهضه بركان. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا للزميل العزيز النهارده. وماتش العوده ان شاء الله دي مده كافيه للاستشفاء واصلاح الاخطاء والتحضير لمباراه العوده؟ ده اكيد يا ايمن، دي اكبر فتره راحه انت حصلت عليها الاسبوع. انت بقالنا فتره ما خدناش بالظبط، بقالك بين كل مباراه ومباراه يومين او ثلاثه، يومين او ثلاثه، يمكن اكتر مباراه هي دي كان اربع ايام كويس. لكن المشكله في سفر، وسفر سفر طويل، فلازم الاسبوع ده تستغله كويس جدا جدا جدا. لازم توصل لاقصى درجات الراحه مع اللعيبه دي واستشفاء لازم. واعتقد السفر في خلال يومين انا سمعت حاجه زي كده، لكن هو في خلال الوقت ده دائما لازم اللعيبه ان شاء الله توصل جنوب افريقيا راحه تامه. يعني ما اعتقدش مستر موسيماني ممكن يعمل حاجه في الاسبوع ده، حاجه بدنيه جديده، لان اللعيبه خلاص. لكن هو اكيد هيتكلم، هو اكيد اشوف مش النهارده طبعا، اكيد في راحه وفي هدوء شويه، وبعدين يبدا يتفرج على المباراه دي، اكيد هيشوف الاداء ايه ويبدا يعمل تحليل كويس قوي للاداء وليه الاداء بالشكل ده كويس. النتيجه خلاص الحمد لله 2-0 الحمد لله رب العالمين، لكن ليه انا كان ادائي كده النهارده؟ ولازم اتوقع، وهو اكيد متوقع ان هو اكيد ما هو لعب كده النادي الاهلي وعارف الاجواء في جنوب افريقيا عامله ازاي مباراه العوده. أيوة. لازم هو اكيد هيتوقع وعارف الاشكال عامله ازاي، عشان كده يبدا يحضر اللعيبه من خلاص يعني بكره ومن بعده، يبدا يعمل شكل كده تصور اللي هيحصل هناك بشكل ادائه هو لطريقته، لو كان هيغيرها مع ان اشك، يحاول يجهز اللعيبه التعبانه، يحاول يريح اللعيبه المجهده على قد ما يقدر. ان شاء الله لازم يوصل مباراه جنوب افريقيا بدنيا اللعيبه على الاقل مستريحه كويس قوي، اسبوع اللعيبه اكيد فرحانه كويس. فضل. انا كمدير فني بحضر نفسي لبعض السيناريوهات في مباراه العوده. اكيد 1-0 غير 2-0 طبعا خالص كويس قوي. ايه اللي بيفكر فيه مستر موسيماني في ماتش العوده بعد 2-0؟ مستر موسيماني بيفكر في ماتش العوده، اولا هيلعب، هيقابل الفريق ده ازاي، هيلعب ازاي، وزي ما بقول لك انا مش هغير طريقته، لكن ممكن الافراد يعني الطريقه ممكن 4-2-3-1 زي ما هي، ممكن الافراد هي اللي تتغير، الشكل نفسه يتغير والمهام نفسها تتغير في الملعب، لان سان داونز هناك مش هيبقى زي هنا. ايوه مع ان هنا انا شايف ان سان داونز عشان حاله لعيبه الاهلي النادي الارضي كان حالته كانت ممتازه. يعني ما تنفعش 4-3-2-1 على 4-3 مش عايز 4، عايز اعمل ستاره كده في نص الملعب بالشكل اللي احنا اتفرجنا عليه. هي ممكن تلعب بمين يا كابتن في نص الملعب؟ هيكون اكرم توفيق يعني، ممكن اكرم وسليمان، اصل انت كده يبقى انت اكرم ثالث ممكن يعني اكرم يكون رجع ثلاثة انت لازم تقفل على النادي اطراف تضغط نفسك، هتضغط نفسك وتبقى انت اللي هو هتدي ايحاء لعيبك بتدافع ودي اسوأ حاجه، هتبقى انت رد الفعل بالظبط. انت خليك العب بطريقه، على فكره ايمن هناك هتلاقي المساحات وهتلاقي فرص اكتر من هنا. ايوه 4-2-3-1 بقول بمهام مختلفه، هتلاقي الموضوع غير يعني. اللي انا متاكد منه ان معظم لعيبتك اللي لعبت النهارده مش هيبقى في المستوى ده خالص. انت معاك يا كابتن شريف، على الاقل انت بتطلب المستوى الطبيعي مع وجود كام يوم راحه، مع انت ضغط المباراه الاولى خلص منك خلاص، دايما المباراه الاولى ليها ضغطه مش طبيعيه، في واحد بيتحملها وفي بعض اللعيبه بتبقى قلقانه منها. النهارده في تعب، في اجهاد، في قلق من المباراه، في قلق من سان داونز، شكل الاداء كمان في بعض اللعيبه قلقت. مظبوط يعني اصل هي ال 10 لعيبه ما هم كلهم بياخدوا ثقه من بعض، لما تلاقي في 2-3 كده مش في الفورمه النهارده اللي هم اللعيبه المؤثره، يعني دايما بنتكلم احنا عن محمد مجدي، محمد مجدي لعيب مؤثر جدا معاه خصوصا في الثلث الاخير طبعا. لو محمد مجدي مش في الفورمه النهارده او مش في احسن مستواه هياثر على اللي حواليه بالظبط، انت بتقل صح. النهارده مثلا في حاجه اتكلمنا فيها كلنا ان الحركه من غير كوره ضعيفه جدا وبطيئه، عشان كده مش عارف تبني هجمه وشكلك الهجوم بقى. اتفضل بص يا كابتن علاء، دي ارقام الوحش بتاعنا محمد مجدي، ده أيو ديانج، لا دانج ده لعيب مباراة ما شاء الله يعني. ما شاء الله طبعا صنع جول، هو التمريرات الصحيحة 58 من 62 نسبة عالية جدا طبعا، صوب على المرمى حتى 3. أنا كمان عايز أعرف بس يا أيمن بس كمية الجري اللي جريه في الملعب كام؟ يعني جري كام في الملعب؟ ما بيجريش أقل من 12 كيلو ده يعني. بص يا أيمن هو من أعلى معدلات اللعيبة بتجري في مصر، سواء تلاقيه 12 13 كيلو يعني، إحنا مرة آخر ماتش 13 كيلو لما نزل 12 كيلو، فالنهارده هتلاقي كمية الجري اللي بيجريها، وبعدين مش مسافات كلها واحد، لا صغيره وكبيره وضغط ويمين وشمال وبثقه وبثقه. فالنهارده بالظبط النهارده ديانج فارق معاك لان هو بدنيا كويس قوي مظبوط. وبعدين الفتره اللي غابها ديانج ورجع تحس برضو يعني جت فايده ليه مش ضرر، لان ديانج كان بقاله فتره ما بيلعبش وراجع بس بدنيا كويس قوي، وتحس ان ديانج خلاص يعني تقول ديانج ومين جنب ديانج عكس في الاول يا ايمن صح. كنا مثلا نقول ايه السوليه ومين جاب السوليه، او دلوقتي لا ديانج ومين هيلعب جنبه، ان ديانج دلوقتي بقى خلاص ركيزه عندك اساسيه،
في فرقتك دفاعيا وهجوميا. عشان كده انا مش قلقان مباراه اللي في جنوب افريقيا، مش قلقان منها خالص يعني. القلق كان النهارده يعني انا قاعد بقول بحسب قبل الهدف 1-0 صعبه، 1-0 صعبه هناك مع ما فيش فار، ما كان متكلم فيها بلال دلوقتي مع الحماسه في لعيب جنوب افريقيا حياتك علاء، ولا 1-0 كانت موجوده، ده هي الشوطه اللي احنا شفناها. لا انا بقول لك بس لا يعني انت الاخر، انت الاخر يعني سيناريو المباراه انت اخر بتتفرج يعني على اخر الدقايق 1-0، فانت احنا بنشوف السيناريو هناك عامل ازاي. مظبوط. فالحمد لله لما ربنا كرمك ب 2-0 يا كابتن شريف، لا انت تهدى خالص. وحتى مستر موسيماني الضغوط عليهم بقى خلاص متاكد. مستر موسيماني وقف بيفكر وبيشوف المباراه من بره، هو بيفكر في 1-0 هيعمل ايه هناك. طبيعي غصب عنك يا كابتن شريف انك انت في اخر دقيقه وكره وقفت في الهواء 3 ايام وراح لها صلاح محسن وجول، كل الخطط وكل التصورات اللي على مباراه جنوب افريقيا في ثانيه اختلفت خلاص. انت اهدى الحمد لله 2-0 نتيجه مطمئنه شويه. بص صدرت له الضغط كله هو تماما، اتفضل بقى اتصرف. انت هتلاعب النادي الاهلي جنوب افريقيا ازاي وعايز تكسبه زي ما بقول بلال 3 ما يخشش في الجول. فدي بالنسبه له حسبه صعبه جدا. فالحمد لله على 2-0 دي، واعتقد ان المباراه هناك ان شاء الله تبقى اسهل بكتير. طب كابتن اسامه، الكابتن علاء بيقول ان النادي الاهلي او مستر موسيماني هيحافظ على نفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب هناك حتى بعد 2-0. من المتوقع ان طبعا زي ما قال الكابتن علاء برضو فريق سان داونز ما عندوش حاجه غير انه يضغط على النادي الاهلي من بدايه المباراه. هل مستر موسيماني مش هيغير في الفكر بتاعه ويلعب بنفس طريقه الشوط الثاني اللي هو لعبها النهارده؟ ما هو أيمن كل مدرب ليه طريقة، كل شيخ ليه طريقة زي ما بيقولوا. في مدرب لما يقول أنا كسبان 2-0 بالعكس أنا هبقى أجرأ وأضغط من قدامي هناك عشان أجيب جون، يبقى هم بالنسبة لهم الموضوع انتهى. وفي واحد ممكن يفكر التفكير التاني أنت بتقول عليه، إن أنا أحافظ وأطول عليهم الوقت وممكن ألعب بواحد تاني ارتكاز، يبقى مثلا لو أكرم رجع يبقى أكرم موسيلاوي ديانج مثلا وثلاثة قدام اثنين تحت واحد زي ما شريف بيقول، أربعة ثلاثة اثنين واحد، يعمل زحمة في نص الملعب ويصبر ويصبر شوية ويلعب على المساحات اللي هتتفتح. لأنه طبيعي زي ما أنت قلت، أنا دلوقتي فرقة سان داونز وأنا مغلوب 1-0 ورايح، مش هبقى مضغوط قوي. بس مش هبقى مضغوط قوي ليه؟ لانه عندي ال 90 دقيقه ممكن اجيب الجون في سهل التعويض. اجيبه في الدقيقه 90. ايوه ممكن بقاش مستعجل قوي. ايوه ممكن لو جبت جون بدري والنادي الاهلي تعادل اجيب جون الثاني في الدقيقه يعني متاخر ممكن. لكن 2-0 دلوقتي هتخليني مستعجل، الامور اختلفت، فانا ما اقدرش اخش جوه دماغ مستر موسيماني بالظبط. انا بقول لك كل شيخ وليه طريقه. ممكن واحد يلعب ضاغط قوي على اساس ان الجون ده اداله جرأه اللي هو الثاني ده ان انا اخطف جون انا كمان، وممكن اصبر. يعني دي موجوده ودي موجوده، فكل مدرب ليه تفكير. طب حضرتك لو مكان مستر موسيماني تعمل ايه الماتش الجاي؟ اللي انا شايفه ده انا اصبر في نص ملعبي شويه. هقول لك ليه. اللي واضح جدا ان ليبوسا ودي سانتوس دولت رقم 3 و 5 بطاء جدا جدا، و يعني اي ضغط عليهم او اي سرعات معاهم بتعمل لهم مشاكل. هم لما هيبتدوا يجوا في نص ملعبك ويتقدموا لقدام، انت لو لعبت بواحد زي محمد شريف او صلاح محسن في اوقات، او اذا كان ابتدى او محمد شريف هو اللي ابتدى وصلاح محسن مستني عنده سرعات، ممكن جدا بالاسلوب اللي انت بتلعب بيه دي وهم يبقوا مستعجلين انه يطلع لقدام ويسيب مساحات في ظهره، اي كره بينيه طويله في العمق سهل تيجي جون، خاصه كمان ان اونيانجو مش من وضحت قوي النهارده، حارس مش خفيف، كان قبل كده افضل من كده بكتير، واضح انه تقيل قوي، حركته تقيله. برافو عليك، حركته تقيله جدا. يعني الكور اللي بتبقى ورا الديفنس ما بيطلعش بالسهوله عليها، مش سريع، حتى حركته جوه ال 18 مش خفيفه. صحيح. حتى تسديد الطاهر بالرغم انها قويه انما يقدر يجيبها، ممكن يجيبها. ممكن يجيبها. طبعا الكره الثانيه منه 100%، لكن كره طاهر رغم ان طاهر عملها بس عملها حلو جدا. هو طاهر عمل الاولى حلو، طاهر عملها 10 على 10 بس برضه، ونيانجو عمل الجول الثاني حلو.
كان ممكن برضو يقدر يتعامل معاها. لكن يعني انا لو ما كان صلاح محسن كنت رحت بوست والله. يعني هو في الجول الثاني تقريبا هو شايل الجول. طبعا الجول من بتاعه تقريبا ده اكيد. لا تقريبا مش نسبه تقريبا تقريبا هو شايل الجول هو. طبعا طبعا الثانيه دي 100% منه ما فيهاش كلام. بعدم التفاهم كمان مع الاثنين اللي قدام. لا لا خروج مره واحده يا كابتن ايمن. هو طلع ده طلع وقال اسمه فالتاني جداً. فالراجل السنتر باك الثاني تمام خلاص. انا كجول طالع مواجه يا كابتن قلت اسمي طبيعي الحال. السنتر باك اللي جنبه سابه عشان كده لما راحت لما صلاح محسن وقف الكوره الثاني مش مشترك خالص في اللعب. الثاني صلاح محسن فوجئ بالكوره هو يعني هو استغرب. هديه من عند ربنا. هو اونيانجو لما طلع الكوره على خط ال 18 تقريبا بالظبط خاف. هو كان عايز يطلع الاول لعبها بدماغه وبعدين لما الكوره هو حس طلعت عاليه هو حس ان هي قدرها غلط بايده يعني الوقت كان في الاخر فهو مش عايز يعمل على نفسه هاند بول بره ال 18 فراح سابها يعني لا اراديا سابها ان هو مش عايز يعمل يمسك الكوره بايده بره ال 18 راحت معدياه فالكوره طبعا هو يتحملها 100%. فانا اقصد ان هو حركته قليله والاثنين السردباكين وبالذات رقم ثلاثة كان افضل السنين اللي فاتت كان احسن من كده بكتير. ريكاردو ده اللي هو البرازيلي ده ريكاردو دي سانتوس اللي هو رقم ثلاثة حتى هو شواله بيلعبوا سردباك ناحيه اليمين دي برده غريبه عامله له اثنين شول يا كابتن. غريبه جدا اثنين شول على فكره اثنين السردباكس اللي شول يعني برده الثاني اشول برده بس ده عشان كورته حلوه شويه اعتقد بيلعبوا ناحيه اليمين يعني بس هو السنين اللي فاتت بلال لما كان افضل من كده بكتير كان بيلعب ناحيه الشمال وكان يمكن هو محور بناء الهجمات من تحت لان الثاني ما كانش موجود. دلوقتي بقت حركته بطيئه قوي يعني فانا اقصد انه ممكن جدا تعمل مساحات في ظهرهم وسهل قوي تستغل سرعات شريف التمريرات البينيه اللي بيعملها مجدي قفشه سرعات صلاح محسن فدي ده السيناريو اللي ممكن ده تلعب من بدايه المباراه بالسيناريو ده من البدايه مش ضروري يبقى في نص ملعبك قوي مش ضروري يبقى يعني ممكن بعد الدايره مثلا ممكن تصبر مش على طول ضغط لقدام ايوه ما هو انت برضو اصل هي سلاح ذو حدين انت ممكن تضغط قوي من قدام وتكلفك انك ورط فتح وبعدين هم عندهم حاجه انا بقول لك ليه كده كمان لما تقفل عليهم مساحات هم مش من الفرق الشرسه يعني ايه يعني النهارده الشوط الثاني رغم ان هم مستحوذين على الكره كتير قوي لكن في فرق اقل منهم فنيا ولكن تلاقيهم مثلا بيتعبوك بكور طويله وكور مشتركه مع الشوط على الجول هم برضو بيصبروا زياده عن اللزوم فلا انت لو قفلت عليهم هو ده اسلوب لعبه بيفضل ينقل كتير بدليل كلامك بدليل ان الكور اللي جت على الشناوي خطره كانت من كور ثابته مظبوط هم عندهم صبر زياده عن اللزوم يعني انت الـ 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 الثقة في النفس واللعب اللي بإتقان والكلام ده مهم ولكن لما بيبقى زيادة عن اللزوم بيفقدك برضو جزء من الشراسة يعني في فرق أقل منهم فنيا بس عندها شراسة في حتة الكور جوه 18 والاشتراكات والفينش والسرعة فممكن أنت لما تقفل في نص ملعبك او في تلتين الملعب وهم يبتدوا ينقلوا بالبطء اللي هم ساعات بيعملوه ده وتستغل البطء القلبي الدفاع وسرعات واحد زي محمد شريف او صلاح محسن تقدر تجيب فيهم جون ده وجهه نظر يعني وتغير حسب نتيجه المباراه طبعا طبعا. عندك وجهه نظر ثانيه يا كابتن بلال؟ عندي وجهه نظر ثانيه. بص انت لازم انا كمدير فني ببقى عارف حاله اللعيبه بتاعتي الحاله البدنيه والحاله الفنيه واحنا عشان كده احنا بنقول دايما ايه لما المدير الفني بيختار التشكيل بيبقى عارف يعني هو بيحط النهارده مثلا خرج رامي ربيعه واحنا معاه في التغييره رامي ربيعه الحاله البدنيه والحاله الفنيه ممكن تكون النهارده مش افضل حاجه حاسس بنسبه عصبيه عنده في ادائه النهارده فبالتالي المدير الفني خاف قلق قال لك ممكن يعمل فاول ممكن يطرد يكلفني العب ناقص لعيب فبالتالي عمل تغييره بدري من بدايه الشوط الثاني فعايز اقول انك انت بتبقى قاعد برضو متوقع السيناريوهات للماتش ان 1-0 زي ما الكابتن قال وغير 2-0 مختلفه تماما 1-0 انت ممكن في اي وقت من الاوقات حكم هناك والحكم هناك حكم زامبي طبعا والدنيا يعني انت عارف زامبيا وجنوب افريقيا ومفيش فار واحنا برضو بنبقى قلقانين من الحاجات اللي زي دي وهتلعب برضو الساعه 3 فدي كلها اجواء صعبه ف1-0 تبقى رايح قلقان
يعني متوتر شويه. يا ترى عايز تلعب تهاجم، عايز تدافع؟ لازم هتهاجم وانت 1-0. طبعا يعني هتلعب، هيبقى في اكيد هيبقى في بالانس في طريقه اللعب. بس لازم يبقى عندك يعني انياب هجوميه، وانت لو انت كنت رايح 1-0 ليه؟ في وقت من الاوقات ممكن لا قدر يجي في الجول، فبالتالي انت مش هتفضل تغير من بره تمام، وتغير في ادائك وتغير في طريقه اللعب وتغير في اللعيبه عشان توصل انك تسجل هدف. صح. غير 2-0 انا كسبان نوعا ما مرتاح شويه، انا رايح هناك لازم اقفل بشكل كويس قوي. صحيح. انا عندي ميزه في النادي الاهلي لازم تستغل الماتش اللي جاي، السرعات اللي موجوده في الحته الاماميه. ايوه. وعيب كبير جدا موجود في فرق في دفاع سان داونز، البطء اللي موجود. صح. لازم استغل الحته دي، ما ينفعش اروح العب مع سان داونز جيم مفتوح، هيتعبونا. طب. هيتعبونا، قطعا هيتعبونا، هم فايقين اكتر مننا، تمام؟ بيلعبوا في ملعبهم، الجو هيبقى حر الساعه 3، الامور هتبقى صعبه جدا عليك، فلو لعبته جيم مفتوح 4-2-3-1 وكانت الاداء ده هتفتح الجيم عليك وهيبقى الامور صعبه جدا. ولكن لازم نستغل ان هو هيلعب جيم مفتوح. اكيد اكيد. فانت عشان كده انا بتكلم في ايه؟ انك لازم تشتغل على الهجمات المرتده السريعه، ده انسب طريقه في بدايه الماتش مع النادي الاهلي، انسب طريقه تلعب بيها، انك تقفل بشكل كويس في نص ملعب، تقفل على اطراف الملعب بشكل كويس. انا لو انا في مكان مستر موسيماني تمام، وهو ادرى طبعا، هو اللي شايف، هو عارف الحاله الفنيه والبدنيه للعيبه اكتر مننا، لكن انا العب 4-4-1-1 4-1-4-1 قافل كويس في نص ملعب. اشتغل باثنين سرعه في الحته الاماميه، العب استغل سرعتهم مثلا، وليكن مثلا محمد شريف وصلاح محسن الاثنين عندهم قدره. طبعا اثنين سرعه في الحته الاماميه، اثنين سرعه في الحته الاماميه، معنى كده انك هتقعد قفشه في الاربعه اللي في النص، ممكن يكون في الاربعه اللي في النص، يعني تلعب باربعه قدامهم ثلاثه قفشه وتلعب بالاثنين اللي قدام، يرجع قفشه يبقى رابع في الهجمات اللي موجوده على النادي الاهلي، يعني كواحد من ضمن الثلاثه اللي موجود. تمام. لكن اثنين ثابتين زي السوليه مثلا وتلعب بديان 4-3-2-1 مضغوطه وقريبين من بعض، ماشي اوكي، في حاله الدفاع هتتحول ل 4-4-1-1، ويبقى الاثنين اللي موجودين عندك هم دول اللي بتشتغل على السرعات بتاعتهم. لكن انت لو فتحت الجيم معاهم مش هتقدر، يعني بالشكل ده هيبقى صعب جدا عليك، هيبقى صعب جدا عليك. ولو جه في الجول في البدايه وانت بتلعب 4-2-3-1 والجيم مفتوح، هيبقى صعب جدا برضو على فرقه النادي الاهلي، انك بتلعب في جو صعب جدا. انت كل ما الجو بقى حر وصعب، كل ما انت لازم خطوطك تبقى قريبه من بعضها عشان تستحوذ وتمتلك وما تديش فرصه. يا كابتن النهارده انت عارف مشكله النادي الاهلي في ايه؟ انك بتستلم وعايز تلعب طويله، بتستلم من ورا من قلب الدفاع وعايز تلعب كرات طويله، فبالتالي انت بتعمل مجهود كبير جدا عشان تطلع كمدافعين ورا الكوره، بتعمل مجهود كبير، وعشان كمهاجمين ترجع في الهجمات اللي موجوده عليك برضو بتعمل مجهود كبير. انت محتاج يبقى ليك شكل في نص الملعب، محتاج يبقى في زياده عاديه يا كابتن مصطفى في نص الملعب. ايوه يعني مع كلام بلال، هو ممكن ما تغيرش في الطريقه نفسها، يعني ممكن تلعب ب 4-2-3-1 بس باسلوب مختلف. ايوه. بتقرب واحد زي مجدي قفشه لنص الملعب، بتقرب الاثنين اللي على الاطراف لنص الملعب، يبقى يعني قريبه من 4-5-1، يعني يعني تقفل الخطوط اكثر لنص ملعبك، مش شرط انك يعني تبقى مغير في الطريقه نفسها كطريقه. يعني تلعب مثلا 4-3-2-1 او 3-4-3، يعني اي طريقه ثانيه. فممكن تلعب بنفس الاسلوب، قصدي بنفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها كتشكيل 4-2-3-1، ولكن باسلوب وشكل مختلف شويه في انك تقفل المساحات في نص الملعب وتلعب على المساحات الخاليه اللي هي هتبقى في ظهره، وممكن تغير حسب نتيجه المباراه او سير المباراه. عارف يا كابتن اسامه، انت النهارده الفرقه دي بتهاجمك من على اطراف الملعب، مالهاش اي حلول داخل في نص الملعب الا باستثناء كره اللي هي الدبل باص اللي اتشطت وطلعها الشناوي، وانا بالمناسبه الشناوي يعني انا بعتبره مان اوف ذا ماتش النهارده. طبعًا. يعني 3 سيفز رائعين جدا جدا، 3 اهداف محققين. فالنهارده فرقه يعني كل امكانياتها وقدراتها من على اطراف الملعب يا كابتن اسامه، لو لعبت 2 طرفين ثابتين تمام مع الاثنين الباكين واديتهم المهام بتاعتهم ان هم يدافعوا بس. أيوة. تمام يعني الظهرين بتوعك الرايت باك والليفت باك مع يعني كانهم بيلعبوا سيرت باكات بس من الطرفين، يعني صحيح. اعتقد انك هتقفل عليهم الحلول بتاعتهم. احنا استحاله هنشوف فرقه الاهلي زي النهارده. خلي بالك في ميزه كمان هناك يا كابتن بلال، الاجواء في جنوب افريقيا دلوقتي مش حر، يعني في ناس متخيله ان الساعه 3 هناك هيبقى في عز الحر والشمس والرطوبه. لا 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 لا، درجه حراره تبقى اوفر 16. لا 16 ايه دلوقتي؟ ايوه جنوب افريقيا كده. ايوه والله يا ريت والله جنوب افريقيا. جنوب افريقيا دلوقتي الملعب حلو، الملعب كويس ودرجه الحراره عليه كوره، يعني الملعب هاي ودرجه الحراره كويسه، يعني درجه الحراره هناك هتبقى 16 17 15، الاجواء حلوه، الاجواء بارده. ايمن جولين
وعمرك ما هتشوف فرقتك تاني ان شاء الله بهذا الشكل يعني. معاك جولين هيديك باور هناك اكتر. انا بس حبيت انوه في الحته اللي هم البعض بيقول ان الجو هناك هيبقى حر. لا، الجو دلوقتي في جنوب افريقيا لا، الجو برد، الجو كويس. درجه الحراره الساعه 3 في 3 بعد العصر يوم اقامه مباراه الاهلي والزمالك مش حر. المباراه في اجواء كويسه ان شاء الله رب العالمين باذن الله. والجول الثاني، يمكن الجول الثاني انا حاسس انه ادانا افضليه كبيره جدا في ماتش العوده، ونقل الضغوط زي ما الكباتن قالوا لسان داونز وخفف الضغوط من علينا شويه. طيب نخش سريعا على التغييرات. كابتن شريف، تغيير ياسر ابراهيم ونزوله بدل رامي ربيع، ده تغيير مجبر عليه يعني. شكل الانذارات اللي احنا خدناها دي هتتعرض انك انت بشكل الحكم كمان انه ما بيسيبش اي حاجه يعني، وابتدت الالتحامات تبقى اكتر. ايوه، فده كان تغيير ياسر ابراهيم، ده كان مطلب شرعي يعني. طيب كابتن علاء، صلاح محسن بديلا لحسين الشحات، هي كلها تغييرات يعني تنشيطيه، مكان يعني لاعب بلاعب، مكان ما فيش حتى التغيير، ما حصلش اي تغيير في الملعب، لكن هي مركز بمركز. صلاح محسن مكان الشحات في الدقيقه 61، وكان تغيير احسن حاجه فيه ان هو بدري. أيوة، يعني خد وقت كويس صلاح محسن، ربنا كرمه الهدف الاخير ده. لكن هو تغيير مركز بمركز، ما فيهوش حاجه جديده يعني. كابتن اسامه، اجايه مكان طاهر ووحيد مكان ايمن اشرف. يعني اجايه مكان طاهر انا بالنسبه لي كانت مستغربه، لان حتى شكل وزنه يعني واضح ان عنده وزن زايد، بس هو واضح انه مستر موسيماني عايز يدخله يقربه، لان هو في مشكله شويه عندنا في الاطراف، الحلول فيها بقت ضيقه، واجايه من اللعيبه المهمه. نزله مكان طاهر، كان لازم يغير يعني. ما فيهاش كلام ان طاهر يعني اتغير في الدقيقه 74 75 تقريبا، فطاهر كان لازم يتغير. بس هي الفكره اجايه كانت انه لسه راجع من اصابه وكده، وشكل وزنه زايد، لكن اعتقد انه هو قال ربع ساعه يقدر يلعبها ويدخله في اجواء المباريات. بالنسبه لوحيد مكان ايمن اشرف، نفس الشيء. ايمن اشرف واضح من الماتش اللي فات كان تعبان شويه، ماتش الزمالك، والنهارده بذل جهد، بس برضه واضح انه تعب، فلازم وحيد كان يلعب مكانه. كابتن بلال، اخيرا بواليا مكان محمد شريف في الدقيقه 33. التغيير في فكر جيد يعني، خلاص انت وصلت للدقيقه الاخيره، فانت عايز لعيب محطه تغير سيستم اللعب شويه، تغير ستايل لعبك. يعني محمد شريف هو بيستلم الكره دايما في العمق في مساحه، بواليا لعيب يعني ممكن يعتبر كمحطه بالظبط، انت بتلعب عليه الكره، الكرات العاليه عشان يبقى محطه بالنسبه لك، يعني يستلم الكره يبتدي يلعب اللي جاي، يبتدي يبقى يعني ما تفقدش الكره بسرعه في الكرات الطوليه، لانه عنده جامب كويس وعنده قوه جسمانيه. فكان تغيير المفترض انه تغيير كان جيد بالنسبه لمستر موسيماني. صحيح. كابتن شريف، اخيرا رجل المباراه من وجهه نظرك. الشناوي وديانج. لا، اختار واحد. ديانج والشناوي. ده كده تمام، ده كده كويس بصراحه. ده كده انت كويس جدا، كويس قوي. راجلين المباراه. بص، هو ديانج هايل، لكن كان مؤثر معاك قوي النهارده الشناوي بالكورتين اللي شالها. طبعا الشناوي طبعا. كابتن اسامه، انا مع علاء برضو ومع شريف، بس هو في الاخر لو واحد فعلا الشناوي. كابتن بلال. طبعا اتفق مع كباتن جدا يعني، الشناوي يعني انقاذين يعني بشكل حافظ لك على طبعا يعني. هو اللي حط الماتش في حته ثانيه. صحيح. يعني هو اللي خلى النادي الاهلي خارج 2-0. برافو عليك يا بلال. في حاجه مع احترامي يعني، اونيانجو سبب رئيسي في خساره سان داونز، والشناوي سبب رئيسي في المكسب. لا، مش ضروري المكسب، حافظ على النتيجه دي. صح، صحيح. يعني صح، كان ممكن حتى تستقبل هدف مثلا. صحيح. يبقى متفقين ان محمد الشناوي رجل مباراة اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. أهلا وسهلا بيك كابتن، منور. تحياتي لكابتن أيمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. تحياتي لنجومكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن أحمد بلال. في البدايه طبعا نقول مبروك والف مبروك للنادي الاهلي على النتيجه الجميله ديت. نتمنى ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي هناك نقدر ان شاء الله نعدي ونصعد لدور ان شاء الله. هارد لك لسان داونز في المباراه. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات التحكيميه بنتكلم على حكم المباراه. وحكم صغير 35 سنه، حصل على الشاره الدوليه في 2011.
يعني معنى كده هو خد الاشاره وعنده 25 سنه، النهارده هو 10 سنين حكم دولي. تم تكليفه بمباراه كبيره جدا جدا، اعتقد 10 سنين بتلعب في الدوريات الافريقيه، بتصفيات كاس عالم، بتلعب كمان في كاس عالم للانديه الاخيره اللي هو كان في مباراه النادي الاهلي وبالميراس اللي النادي الاهلي فاز فيها وحصل على البرونزيه. على فكره كمان حكم لنا الاهلي وسان داونز 2019 هناك. يعني انت حكمت مباراه كبيره جدا جدا. بالقياس بالخبرات اللي انت المفترض انك انت الخبرات دي كلها ما يجب عليك النهارده يكون عندك اخطاء فادحه. النهارده عندي اخطاء كابتن علاء، اخطاء فادحه ومش هقول كلام ولا حاجه، ولكن انا بتكلم في صور وبتكلم في تمركز وتوقع، بتكلم في قراءه للعب، بتكلم المسافه بينك وبين الحدث. يعني انا عندي حاله يمكن احنا جايبينها بالكم ياردة او كم متر هو بعيد عن الحدث، 22 متر اللي هو حدث اللي هي الحارس المرمى بتاع سان داونز في لعبه محمد شريف. بشكل عام بقول ان هو لم ينجح في اداره المباراه. الشخصيه التحكيميه كان ليها دور كبير النهارده كابتن ايمن، الشخصيه التحكيميه مش موجوده، الثقه في اتخاذ القرار، يعني اكتر من مره الحكم المساعد بيعكس مع الحكم المساعد. يعني الاول كان عندنا من ضمن الحالات انت كنت اخذت قرار صحيح، المساعد عكس، رحت انت رايح مع المساعد، يبقى بنتكلم في الشخصيه التحكيميه مش موجوده، بنتكلم كمان في الثقه في اتخاذ القرار مش موجوده كابتن ايمن. ومن خلال الحالات النهارده التحكيميه اعتقد نتيجه النادي الاهلي النهارده كانت رحيمه بالحكم. فوز النادي الاهلي النهارده كان رحيمه بالحكم من الاخطاء الفادحه اللي تمت في هذه المباراه. هنشوف عندي تقريبا الدقيقه 2 والدقيقه 28 والدقيقه 36. هتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا في الحالات اللي احنا بنتكلم فيها. الدقيقه 22 الدقيقه 28 يا كابتن علاء، كابتن اسامه وكابتن شريف وكابتن احمد، من غير ما اقول ابدا ان انا كلاعب في الدقيقه 28 هضيع وقت. حتى لو انا هضيع وقت لابد ان انا احذرك مره واثنين وثلاثه. ولكن انا النهارده عندي لقطه جميله جدا جدا، هو بانون راح على اللعبه وهيشوط وبعدين ساب للشناوي يطلع الشناوي هو يسدد، وبالتالي انا مش شايف ان انا اضاعت وقت في هذه الحاله. انا كنت مستغرب جدا جدا انك انت بتشهر البطاقه الصفراء لبدر بانون في الدقيقه 28. استحاله ان اللاعب يضيع وقت في الدقيقه 28، وزي ما قلت المسافه حتى ما بين الشناوي جاي اهي والكوره، وبانون كان ساب الكوره عشان خاطر الشناوي هيلعبها. ده انذار، انا اعتقد انذار غير صحيح لبدر بنون في هذه الحاله. بدري قوي 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 انك تدي انذار في الدقيقه 28، وبالتالي كان ممكن سهل قوي في الدقيقه 30 35 تدي البطاقه الثانيه وكان يبقى انذار وبطاقه حمراء مش صحيح. هروح للحاله الثانيه. هنا انا يا ريت تكون عندي صوره، ولكن طبعا للاسف احنا مش معانا الصوره، ولكن انا هنا بتكلم في لعبه محمد شريف. انا كلاعب نجحت في لعب الكره كابتن ايمن، تمام؟ لما ما انجح في لعب الكره ودخلت بيها، طبعا هو حتى لو انا على الخط، هذا الخط من ضمن المناطق المحيطه به، الخط المخالفه تبقى على الخط تبقى ركله جزاء. هنا انا شايف هنا الايد، الاعاقه موجوده بالايد والاعاقه موجوده كمان بالرجل هنا الشمال بتمنع محمد شريف ان هو يعدي. شايف ان هنا في الدقيقه 2 كان هناك ركله جزاء صحيحه ايضا لم تحتسب لي محمد شريف، وهنا حتى لو كان في فار وللاسف الشديد ما فيش فار كان هيجيب الحكم وكان هيرجع يحسب ركله الجزاء. دي حاله اللي هي في الدقيقه 2. هروح للحدث اللي هو اللي ان انا بستغربه بقى، يعني اسهل ركله جزاء صحيح في العالم تحتسب في التحكيم. ايوه انا بتكلم بالقانون صح. مش بقول اي حاجه، انا بتكلم بالقانون. اسهل ركله جزاء يا كابتن ايمن تتحسب. انا قلت كده بين الشوطين وجهه نظري. ليه؟ رجله سبقت قبل الكره. هو الحارس استحوذ على الكره؟ لا. خد الكره؟ لا لا، ده ارتكب المخالفه. مظبوط. خلي بالك هذه المخالفه عندما ترتكب بصرف النظر عن الكره موجوده فين داخل الصندوق؟ ايوه ركله جزاء. صح، ركله جزاء. ده حسبها عكسي. شوف بقى يا كابتن انا بتكلم في تمركز، لان مش له دور في الكلام ده يا كابتن. هقول مره ثانيه هسقف لك. انا لسه كنت هقول هسقف لك. هقول لك ليه دور كابتن علاء. احنا قلنا المسافه ما بين تمركز الحكم هنا للحدث هنا تقريبا عندنا 21 متر. رجل ما تشافش قوي وخصوصا انها في الظهر. في الظهر، يبقى هنا ياتي دور مين؟ اللاينزمان زي ما كابتن احمد بلال قال. لا، الحكم المساعد رقم واحد صح. ليه دور كبير جدا. اين دور الحكم المساعد في هذه المخالفه كابتن الواضح؟ احنا قلنا هنا سنه كمان هو لم يعني يستحوذ او يمسك الكوره. هنا لاسترزاق الحذاء تمت قبل ان يستحوذ على الكره او يمسك الكره. رجله سابقه. رجليه سابقه سابقه. عارف انا ممكن يعني همشي معاه 50 50 امتى؟ لو انت خدت الكره ايوه
وانت نازل من فوق حصل انك انت التحام او رجليك راحت، ممكن يستمر اللعب. ولكن هنا طبقا للقانون، طبقا للقانون عندما انت ترتكب هذه المخالفه بالاسترزاق وانت لم تستحوذ على الكره، لا يعني اسهل ركله جزاء للاسف الشديد هو لم يحتسبها. قلت كابتن احمد بيقول اين دور الحكم المساعد؟ النهارده ما فيش فار، وتحدي كبير ليك يا حكم. يعني النهارده عدم وجود الفار يا كابتن ايمن تحدي للحكم، فين شخصيتك؟ صحيح. فين قراراتك؟ فين تمركزك؟ فين توقعك؟ فين قراءتك؟ هنا اوضح الصوره دي، تمام؟ الصوره اوضح هنا 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 لمس من قبل ما يمسك الكوره بالظبط. كابتن انا بتكلم، انا مش بنجامل، دي حقيقه. هو الاستزاد واضحه جدا في الظهر. خلي بالك كمان هنا في بطاقه، يعني مش عايز اقول لك هنا في بطاقه للتهور، لان دي استرزات وليس ساق وليس ركبه ولا الكلام ده. هنا من اي منطق يا كابتن بيدي عكسي، قرار عكسي؟ استند على ايه الراجل ده؟ كابتن تبان القرار خاطئ من ايه؟ من المسافه اللي ما بين المخالفه والحكم. هو ما عندوش ثقه في القرار، يعني هو خد قرار بالشكل عشان يخرج من اللعبه. عمل ايه يا كابتن؟ هو صفر مخالفه على محمد شريف. على شريف محمد شريف عمل ايه؟ انا كابتن، انا محمد شريف رايح بظهره، انا برجع بظهري عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اخد التكف واطلع العب. من حقي ارجع بظهري كابتن ناصر، من حقي اروح. اتفضل. اعتقد ان الحكم في الكره دي مظلوم، اللي يحسبها اللاينز مان، لان هي برضو رجوع محمد شريف والكره مشتركه بين مغطيه على الحكم، مغطى الرؤيه على الحكم، يعني هي صعبه على الحكم برضو. هي يمكن لو في فار طبعا كان هيرجعها عشان يبين ان خبط قبل ما يلمس الكره او اللاينز مان، لكن انا اعتقد الرؤيه كده صعبه على الحكم، لانه شريف راجع بظهره والمسافه قريبه. تمام، هكلم في نقطتين يا كابتن اسامه، وهرجع تاني لنقطه الحكم المساعد. احنا كطاقم تحكيم بنتكلم قبل المباراه مع بعض، بنساعد بعض فين؟ في هذه الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. القانون بيقول لك ايه؟ بيقول الحكم المساعد ايه؟ من فضلك الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم وانت شايفها وعندك زاويه رؤيه واضحه يا كابتن شريف، انت لابد انك انت تديها للحكم. هنا كان دور الحكم المساعد. النقطه الثانيه مهمه جدا جدا. انا قلت ايه؟ المسافه كابتن اسامه كبيره كبيره. فين توقعك للعبه؟ احنا قلنا اللاعب المهاجم لما بيروح في مكان يا كابتن احمد بيتوقع، بيروح في المكان بتجي له الكره بيروح يسدد. صحيح. هنا انت كحكم ايضا عندنا القراءه والتمركز وقراءه اللعب. هنا فين تمركزك من اللعبه؟ فين توقعك للحارس؟ فين حسك التحكيمي كحكم كبير وعندك 10 سنين حكم دولي؟ فين انت من هنا لهنا؟ وبعدين بترجع تحسب مخالفه مش موجوده، مش موجوده على محمد شريف في هذه الحاله. بقول تاني، نتيجه النادي الاهلي وانا بكلم كحكم، انقذت هذا الحكم من العقاب، لان لو كانت النتيجه غير كده اعتقد كان هيتحاسب، لان اخطاء فادحه في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن شريف. بيعمل حاجه غريبه جدا يا كابتن، يبقى اللاعب معاه الكوره من النادي الاهلي مثلا وواقف جنبه على ثلاثه يارد، ما بيسمحلوش بالباص، الاقيه واقف تمركزه غلط، زي يعني بيلعب مع سان داونز يعني، فاهم قصدي؟ اثنين على واحد من الاهلي بالزبط. الحكم بالزبط. والاصفر بالظبط والليموني ده. ابص الاقي الحكم واقف ضد محمد شريف، ضد قفشه، ضد واقف، مش عايز ياخد خطوتين بالزبط. يفتح مساحه اللعب للعيب مش مره واحده. الحكم الجيد يا كابتن، الحكم كابتن شريف، الحكم الجيد، الحكم اللي هو بيتدرب، اللي بيطور من ادائه، لابد ان هو يبعد عن محيط اللعب دايما. انت وقت بتلعب مع تركيزك في الحالات التحكيميه لابد تشوف انت واقف فين بالظبط. هو زي ما انت حضرتك بينسى نفسه، وبالتالي بيخش في حدود اللعب، ممكن يكون عائق للتمرير، ممكن يكون عائق للكره تيجي فيه. وبالتالي زي ما قلت النهارده 10 سنين اكتر من مره بالظبط، 10 سنين انت حكم دولي، من غير ما اقول ان هذه الاخطاء كتير، لازم يكون عندك الخبرات كتير جدا. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ احنا عندنا حكم المباراه اللي جايه ان شاء الله، نتمنى 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 من التحكيم في المباراه القادمه حكم زامبي سكازوي، يعني ربنا يوفقه، ونقول ان هو يعني يعدي بشكل جيد، بس احنا بنطلب العداله التحكيميه كابتن علاء في المباراه القادمه. خلي بالك لسه امور مش سهله طبعا، ولكن صحيح. المباراه اللي جايه بنقول يا جماعه التحكيم الافريقي لابد ان هو يكون متواجد، واحنا مش عاوزين اكتر من العداله التحكيميه في المباريات اللي هي القادمه كابتن ايمن. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن، وبشكر ضيوفك الكرام. الله يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم، مباراه الذهاب في دور الثمانيه لبطوله الانديه الافريقيه بين الاهلي وسان داونز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. الف مبروك للنادي الاهلي والتوفيق في مباراه العوده الاسبوع القادم ان شاء الله. نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا كالعاده النهارده،
كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. بشكرك كابتن ايمن وبتوفيق المباراه الجايه باذن الله، ومبروك على الهدفين يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب امتعتنا يا كابتن، الف شكر. اشكرك يا ايمن، شكرا يا ايمن. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا يا ايمن ومبروك على الهدفين، وكل سنه والشعب المصري كله بخير. كابتن احمد بلال امتعتنا يا كابتن، الف شكر. من خليك كابتن، الف شكر، شكرا جزيلا. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.